خاصة بشبكة الإنبوت أوت إنترفيس كده. عندنا في الإنبوت أوت إنترفيس لهينا في المحاضرة اللي فاتت ببروجرامبل بريفيلارز إنترفيس شيب اللي هي كانت 82C55. وقلنا ان الشيب دي بتتكون من ثلاثة بورتس بيتكونوا ما بينهم تو جروب. قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان جروب A هو عبارة عن 8 بن خاصة بالبورت A و4 بن اللي هم بيسموا النيبل تايبس اللي هم موجودين في بورت C. وعندنا جروب B قلنا ان هو عبارة عن بورت B و4 بيتس اللي هم اللور نيبل بتوع البورت C. وقلنا ان بيتم السلكشن بين البورتس بتاعتنا من خلال البن اللي هي A0 و A1، واعني بال A0 و A1 ليس ال A0 و A1 في الادرس ولكن ال A0 و A1 كمسمى في الشبكه. 2 بيتس حالة 00 بنختار البورت A، في حالة 10 طبعا بنختار البورت B، في حالة 01 بنختار البورت C، و1 بنختار الكنترول ريجسترز. قلنا ان الكنترول ريجسترز بيبقى مكون بيعمل ما بينه 2 بايتس. قلنا ان في كوماند بايت A وقلنا في عندنا في المقابل كوماند بايت B. قلنا ان في كوماند بايت فكرنا ما بينه ما بين D7 بتقول لو D7 بيساوي 1 فاحنا بنتكلم على كوماند بايت A. وفي المفاجأة بس بالايه؟ بالمعلومات الأهم عشان لما نيجي نحل الاكسرسيز يبقى احنا عارفين احنا بنتحرك ازاي. قلنا الكوماند بايت D7 لما يبقى ب1 قلنا ان انا بسلكت البورتس بتاعتي وبصنفها اذا كانت بتبقى اوتبوت بافر اوتبوت لاتش او انبوت بافر. فكنا طبعا عمال بنتكلم على كوماند بايت A هيبقى ال D7 شود بي ايكوال كام يا جماعه؟ 1. وقلنا ان ال 2 بايتس التاليين للبايت A اللي هي بايت 6 وبايت 7 هي بايت 6 وبايت 5 ال 2 بايتس دول اللي هم بيحددوا لي المود. فور اكزامبل عندنا هنا 3 مود، في عندنا مود 0 ومود 1 ومود 2. وعشان كده احنا بنخصص له 2 بيتس لان احنا المفروض ان 2 1 بيتس مش هتديني غير سيلكشن ل 2 مودز، لكن هنا عندي 3 بيتس. فاذا المود 2 بياخد الكود اللي هو 1 0 وبياخد الكود اللي هو 1 1، عشان كده بنرمز له ب 1 ايه يا جماعه؟ 1 اكس. حيث ان الاكس ايا كان قيمه الديجيتس ده سواء كان 0 او 1. يبقى اذا المود 0 طبعا واضح جدا ان هنا هيبقى 0 0 معناها ان انا سيلكت مود 0. بنقول في المود 0 ان اول بورتس اللي هو بورت A بورت B بورت C هيبقى از سنجل انبوت او اوت. يعني ايه؟ يعني مش هيبقى باي دايركشن. مش هيبقى ايه يا جماعه؟ باي دايركشن. باي دايركشن معناه انه ممكن من نفس البورت يستقبل داتا وبعد فتره يستقبل ايه بايه يرسل داتا اللي هو بيسموه الباي دايركشن باس. وقلنا ان في المود 0 ده يبقى كل البورتس A أو B أو C input simple input buffer أو simple output latch اعتمادا على الـ 2 بورتس أو 2 bits اللي بعد كده. هنلاقي إن الـ bits اللي بعد كده خاصة بالبورت A ونشوف القيمة اللي فيها. أنا بقول إن المود 0 معناها إن الـ all بورتس هتبقى simple output latch أو simple input buffer. طب مين اللي يقول ان هي هتبقى اوتبوت ولا انبوت؟ هنا القيمه اللي موجوده هنا في كلا الاثنين هما، بس دي في حاله البورت A ودي هتبقى في حاله ايه يا جماعه؟ البورت C طبعا اللي هو من ايه يا جماعه؟ من بي سي 3 من بي سي 4 الى البي سي 7. قلنا ان في حاله لو انا عايز انبوت هيبقى القيمه اللي موجوده بتساوي 1، لو انا عايز اوت القيمه هتكون بتساوي كام يا جماعه؟ 0. يبقى انبوت فور يبقى 1 فور انبوت
يبقى اذا لو كان 0 0 مع وهنا البورت اي بي سي 1 معناها ان 0 0 معناها هذا البورت هيكون انبوت بفر. انبوت ايه؟ بفر. اما لو كان 0 هيبقى اوبوت يا جماعه؟ اوبوت فولتج. وبالطبع طبعا الكلام هيجري او هيسري على نفس الكلام، هيسري على البورت اللي هو سي او الابر ليميت بتاع البورت سي. طبعا لو في اي استفسار افرحوا، لان ده الكلام ده اتشرح بالتفصيل في المحاضرات اللي فاتت. بحاول بس اذكرك باللي احنا كنا بنقوله، لكن لو في حاله غامضه ولا حاجه او معلومه اشكلت عليك حضرتك اسالني وانا ايه هتكلم بالتفصيل. عندنا بعد كده البيت دلوقتي خلصنا 7 و6 و5 و4 وكام؟ و3 فاضل لنا 3 بيتس. هنا هيبقى برضه هنا المود، بس المود الخاص بالجروب بي. الجروب ايه؟ بي. نقصد بالجروب بي البورت بي والبورت ايه؟ والاب واللور نيدل بتاع مين؟ البورت سي. طبعا نظرا لان البورت بي او الجروب بي على الاطلاق، جروب بي على الاطلاق بيشتغلوا في كام مود؟ في 2 مودز فقط، اللي هم مود كام وكام يا جماعه؟ مود 0 ومود 1. واخد بالك؟ عشان كده هنقول او بنقول بنحتاج فقط 1 بس للسلكشن فور 0. يعني لو هنا 0 يبقى انا بختار مود 0، لو انا عايز اعمل سلكت مود 1 هتبقى هنا كام يا جماعه؟ 1. بعد كده هنلاقي عندنا قلنا برضو ان الاثنين دول بعد ما حد اسكت انا مود 0 والمود 1 فور اكزامبل، لو انا اخترت المود 0 لو سمبل انبوت بفر او سمبل اوت فلاتش، يبقى اذا يا ترى هو اوت ولا انبوت؟ يبقى احنا زي ما هنختار من خلال مين يا جماعه؟ هنختار من خلال البيت بوزيشنز 1 والبيت بوزيشن 0. هنا برضو لو صفر هتبقى اوت بفر او فلاتش، لو وان هتبقى انبوت ايه وهكذا بالنسبه للنوران. لكن بالنسبه للكوماند بايت بعد كده قلنا ان في عندنا حاجه ثانيه اللي احنا بنسميها بيت سيت ريسيت بايت، بيت سيت او ريسيت، اللي هو بنسميه كوماند بايت بي. قلنا في كوماند بايت بي مش عارف نسميها بيت سيت ولا ريسيت، لان احنا فعلا من خلالها احنا بنتعامل مع بورت سي تحديدا، مع بورت سي يا جماعه تحديدا. وعليه بنقول طبعا هميزها ازاي؟ يبقى لازم الدي 7، احنا كنا بنقول ان الكوماند بايت ايه لازم الدي 7 تبقى بكام يا جماعه؟ يبقى هنا لازم الدي 7 تبقى بكام يا جماعه؟ مثلا اللي انا بعمل سيلكت البيت عدد البوزيشنز بتاعتها للبورت سي 8 من صفر لكام؟ لسبعة. يبقى إذا أنا محتاج بس 3 بايتس فور سيلكشن. 3 بايتس سوري قصدي كات فور إيه؟ فور سيلكشن. لأن أنا عايز أسلكت من صفر لسبعة. يبقى لو أنا عايز أسلكت البيت بوزيشن 0 يبقى 0 0 0، لو عايز أسلكت البيت بوزيشن 2 يبقى 0 1 0، لو عايز أسلكت البيت بوزيشن 7 يبقى 1 1 إيه؟ وأنا يبقى أنا ماكسيموم محتاج كام بيت؟ محتاج 3 بس اللي هم بيت سيلكشن. وبعد كده البيتس اللي هنا اللي هي البيت 0 ديت بتحدد اذا كنت انت البيت سيلكتد ديت عايز تخليها ست ولا ست. طبعا واضح لو انا عايز اعمل لها ست احط فيها كام هنا يا جماعه؟ ست 0. لو انا عايز اعمل ست احط كام؟ وعليه انا هنا ال 3 بيتس المتبقيين هنا يا جماعه؟ نوت يوزد، مش عايز في حاجه لانه مش هيفيدوني في حاجه في حاجه. وكده يبقى انا عملت بيت ست اوفر ست لانه بورت شباب للبورت سي تحديدا، للبورت ايه يا جماعه؟ سي تحديدا اللي انا ممكن استعمله في الهاند تشيكنج للبورت ايه والبورت بي في حاله البورت كام يا جماعه؟ في حاله البورت واحد. هنا في مثال بيقول لي ريد 12 سويتش عنده 12 سويتش، بيقول لك ريد 12 سويتش اند ديسبلاي سويتش كونديشن اون 12 ليد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عنده 12 سويتش المفروض لهم وضعيه معينه، يا اما اون يا اما اوف بمعنى ادق، يا اما كلوز يا اما ايه اوبن. فعايز تقرا الكونديشنز بتاعت السويتشات دي، انا عايز تقرا وضعيه السويتش بتاعك، هل هو كلوز ولا هل هو ايه يا جماعه اوبن. ومن ثم تبدا تظهر الكونديشنز دي على الليدات. طبعا السويتش الكلوز المفروض الليد بتاعته مثلا فور اكزامبل تقيل على حسب اذا كان كومن انود او كومن كاثود. هنشوف هنعمل ايه. ايه تاني؟ طبعا بيقول لي اذا
ده الشيب بتاعت اللي هي 82 سي 55 البيس ادرس بتاعها ايكوال 00 اتش. نكتب الكلام ده علشان الناس تتابع. ده المثال اللي هو طلبه مني. بيقول لي فيه ان انت عندك 12 سويتش المفروض ان انت عايز تعرف وضعيتهم كلوز اور اوبن كلوز اور اوبن وتظهر هذه الوضعيه على الداتا. طبعا لو احنا عدينا عدد المطلوب هيبقى عندنا هنا كام سويتش يا شباب؟ 12. وانا عندي كام ليد؟ يبقى عندنا كام في الاجمالي؟ 24. انا عندي كام بن في البورتات بتاعتي؟ 24. عندي 3 بورت وكل بورت في كام بن؟ 8. يبقى 3 في 8 بكام؟ 24. خد بالك الجروب الواحد كام بت؟ عندنا جروب A وجروب B. ها الجروب الواحد كام بت؟ 12. ليه؟ لان الجروب A 8 بت فور بورت بي والاربعه بتاع بورت سي اللي هو الابر ليميت. يبقى في الاجمالي 12. والجروب بي في البورت بي مع اللور ليميت بتاع البورت اي سي. يبقى عندي 12 و12. فده يعني انا بعرفك ازاي تفكر كهاردوير. هو بيكلمنا دلوقتي على انه شيب 82 سي كام؟ 55. يبقى لازم اكون عارف الامكانيات. يبقى اذا هو بيقول لي عندي 12 بت عايزين اعرف اثر عليهم الكونديشن بتاع 12 سويتش. يبقى اذا انا مضطر او لا واجب عليا ان انا اوصل السويتشات على احد الجروب واوصل الداتا على الجروب الايه؟ الاخر. الناس مركزه معايا يا شباب ولا لا؟ يبقى لازم اوصل ال 12 سويتش على جروب وال 12 ليد على ايه؟ على جروب اخر. وبعد كده اعمل الكود بتاعي معايا كهاردوير. يبقى لازم قبل ما تكتب برنامج سي او برنامج بيزكس قصدي اسمبلي بالذات في موضوع المايكروسوفت ده لازم تحضر الهاردوير الاول قبل ما تفكر في السوفت وير. يعني ما ينفعش تكتب سوفت وير بعد كده تقول حلها ازاي هاردوير. فيبقى اذا انا عندي الشبايه بتاعتي اهي يبقى اذا لو فرضنا ان احنا هناخد الجروب A فور سويتش كونديشن يعني هوصل السويتشات على البورت A واللي هو الابر ليميت للبورت سي. يبقى اذا انا هكتب هنا في الكلام ده هذا البورت اي 0 بورت اي 1 الى ان اصل الى بورت اي كام يا جماعه؟ 7. وبعد كده عندنا بورت سي كام؟ 4. بورت سي 5 الى ان اصل الى بورت سي كام يا جماعه؟ 7. ده الجروب اي عددهم كام في النهايه؟ 12 سويتش. عندهم ايه؟ 12 سويتش. يبقى اذا السويتشات بتاعتي توصل في الوضعية دي. يبقى هنا السويتش بتاعي وهنا السويتش الثاني وهكذا من أصل دي. يبقى هنا دي وضعية السويتشات بتاعتي. طبعا هنا السويتشات بتاعتي ممكن بعضها بيكون كلوز بعضها بيكون اوبن بعضها بيكون كلوز بعضها بيكون اوبن وتبقى الدنيا ماشيه ازاي. ده اللي هو السويتش بتاعتي دي هنا كلوز دي هنا السويتشات بتاعتي يا جماعه اوبن. ايا كان انا طبعا مش فاضي وضعيه معينه لهذه السويتشات. طبعا كل الكلام ده هتوصل هنا ده طبعا هيبقى ارضي. يبقى اذا عشان ادخل داتا يبقى لازم يكون في عندي سي في ارض وفي في السي. عندي طبعا كل الكلام ده المفروض متصل ب 5 فولت او ريتور تقريبا السي. يبقى اذا الداتا بتاعتي طبعا هنا ممكن لو في خطوره على الشباية من طيار عالي او حاجه ممكن احط هنا ليميت ريزيستورز يعني مكونات صغيره كده ولا يكون 1 كي عشان اقلل التيار اللي داخل على الشيب. اذا كان الامر فيه خطوره من خلال الامبير بتاع الادابتر بتاعك ساعات في ادابترات بتبقى 5 فولت بس الامبير بتاعها بيبقى عالي او في ادابترات بتبقى 5 فولت الامبير منخفض. في حاله لو كان الامبير بتاعك عالي
يبقى حاول تحط ايه ليميت ريزيستورز 1 كي او 10 كي في الطريقه في طريق السيجنالز. يبقى هنا لو تلاحظ ان انا وصلت 12 سويتش، طبعا هنا في حاله لو كانت سويتش كلوز يبقى اذا الدائره دي يا جماعه هتبقى مقفوله، يبقى اذا هيبقى هنا في لوجيك 1 او 5 فولت على البين بتاعتي بتاعت البورت. لو كانت الدائره مفتوحه السويتش بتاعي مفتوح يبقى اذا الفولت اللي هتبقى عندنا هتبقى كام يا جماعه؟ زي. في اي شركه هتلاقي شغل؟ اتفضل يا حبيبي. في اي شركه؟ يبقى انا كده وظفت البروب A فور انبوت. يبقى لازم تاخد بالك انت بتعمل هاردوير اللي هي الكلام ده لازم ينعكس في الايه يا جماعه؟ في الاسمبلي كود اللي هتكتبه. يبقى انا خدت البورت A فور ايه يا جماعه؟ فور انبوت. تمام؟ تمام. طيب الاوتس بتاعي هتبقى فين؟ على الليدات الثانيه. الليدات هو قال لي عندي 12 سويتش وعايز اعمل ديسبلاي للكونديشن بتاعهم على 12 ليد. فهنا فور اكزامبل احنا في المره اللي فاتت خدناها هنكون اد الكومن ايه يا جماعه؟ كومن انود مش كده برضه؟ فاكر انا كومن صح؟ كومن انود. يبقى اذا انا عندي هنا كومن انود برضه كالعاده. وهنا في الكومن انود يبقى عشان الليد ده يجيب يبقى لازم هنا يبقى لوزك ايه يا جماعه؟ زيرو. لازم يكون هنا لوزك ايه يا جماعه؟ زيرو. فاكرين الكلام ده طبعا. يبقى اذا هنا عندي 12 برضه ليد في الكلام ده هيبقى هنا 5 فولت. لان انا اخترت الكومن انود طبعا ممكن بحطه برضه مقاومات او ما احطهاش ايه على حسب برضه المقاومه بتاعت الدايود بتاعك. فلو انت المقاومه في الدايود بتاعك صغيره حط المقاومات، لو كبيره ما تحطش ايه المقاومه سيئة. وهنا هيبقى عندنا الليدات عندنا 12 ليد كومن انود. طبعا هنا طبعا في ليدات ثانيه موجوده في الكوين. عندي هنا 12 ليد جايين او متصلين من بورت ايه؟ البورت طبعا مش كده، بورت بي 0 بورت بي 1 الى ان اصل الى بورت سي كام يا جماعه؟ 3. يبقى اذا انا استخدمت دلوقتي ده شغل الهاردوير بتاعي. انا البي سي الشبايه بتاعتي اللي هي 280 سي 55 عندي الجروب اي هخليه استقبال الكونديشن بتاعت السويتشز. عندي البورت بي الجروب بي لو كون البورت بي واللي هو النبل البورت سي هستخدمه عشان اعمل ديسبلاي على ايه يا جماعه؟ على ايه؟ في اي اشكاليه كده يا شباب؟ بعد كده ما ننساش ان الشيب بتاعتي اللي هي 280 سي 55 لا شوية كنترول سويتشز لازم تتوخص في الاخبار معايا. عندنا الداتا باص بتاعتنا وعندنا الكنترول سيجنالز. عندنا الداتا باص بتاعتنا ان هي دي نوت دي 1 دي 2 الى اصل الى كده يا جماعه دي 7 دي كلها لازم تتصل بالبين كونكشنز بتاعت السيستم باص. يبقى عندنا هنا من الدي نوت الى الدي 7 في السيستم داتا باص لازم اوصلهم من الدي نوت للدي 7. يبقى هنا وصلنا الكلاس للهاردوير بتاعتي بوصلها كده. يبقى انا عارف ان الداتا باص بتاعتي بتاع المايكرو بروسيسور بتاعي اللي هتوصل اتعامل معاه او هعمل معاه انترفيس اوصل البين كونكشنز بتاع الداتا باص بتاعه من الدي نوت للدي 7 بالبين كونكشنز بتاعت الشيب بتاعتي. في عندنا اربع كنترول سيجنالز لو تفتكرهم مين فاكرهم يا شباب؟ اي نوت واي 1. وقلنا ان مش بالشرط مش بالضروره ان الاي نوت والاي 1 اوصلهم بالاي نوت والاي 1 بتوع الادرس باص لان هو مديني دلوقتي بيز ادرس معايا. يبقى عندنا هنا في اي نوت والاي 1 هنشوفهم دلوقتي بيشتغلوا ازاي. وعندنا ريد كنترول سيجنال وعندنا رايت كنترول سيجنال وعندنا ايه كمان يا جماعه؟ ريسيت سيجنال. عندنا ايه يا جماعه؟ ريسيت سيجنال. وعندنا كمان اخيرا ايه يا جماعه؟ شيب ايه يا جماعه؟ سيلكشن. عندنا ايه يا جماعه؟ شيب سيلكشن. يبقى اذا هنا الاي نوت والاي 1 هنبقى احنا عاده بنسلكت الاي نوت والاي 1 في الادرس بتاعنا على حسب ما نشوف الفيديو بتاعته وليكن الاي 1 والاي 2. لكن هنا طبعا معروف ان دي هتوصل معاها ايه يا جماعه؟ انبوت او ريد كنترول سيجنال. والرايت هتوصل معاها السيجنال بتاعت ايه؟ انبوت او ريد كنترول سيجنال.
وهنا طبعا ديت هتتوصل بالريسيت سيجنالز اللي جايه من هنا يا جماعه من المايكروبروسيسور. فاضل ان انا احدد الاي نوت والاي 1 مش السيليكشن. فاضل ان انا احدد الاي نوت والاي 1 والشيب. طبعا هنا الاي نوت والاي 1 المفروض ان هم بيحددوا لي البورتس. المفروض يحددوا لي ايه يا جماعه؟ البورتس. يحدد لي البورت اي او البورت بي او البورت سي او الكنترول ريجستر. هنا لو تعرف احنا خدنا كل البورتس في السيليكشنز بتاعنا. فايا كان البورت سيليكشنز اللي انت هتختارهم من اي نوت واي 1 لازم تعمل ادريسنج في الكود بتاعك الباقيين. يعني انا هنا فور اكزامبل هنا لو انا خدت اي 1 واي 2 من الادرس بتاعي. اي 1 واي 2 بالرقم اللي هم بيقولوا لي ده هيبقوا صفار، سواء اي نوت اي 1 صفار، اي 2 واي 3 صفار، اي 4 كله صفار. يبقى انا بعمل سيليكت للبورت اي بس، صح الكلام؟ طب البورت بي والبورت سي؟ ما هو سيليكت هيتوظفوا ولا مش هيتوظفوا؟ يبقى لازم اعملهم في الايه يا جماعه؟ في الكود بتاعي، لازم اعمل الادرس بتاعهم فين؟ في الكود بتاعي. فاهمين قصدي يا شباب؟ بعد كده هيلزمني ان انا اعمل شيب سيليكشن. طبعا واضح جدا ان هنا الادرس اللي هو مديهولي كله صفار، يبقى انا مضطر ان انا استعمل الاور. مضطر ان انا استعمل الايه يا جماعه؟ الاور. في بتاع ان انا اعمل ناند واجيب انفرتر كمان. يبقى اذا هنستعمل الاور. طبعا على حسب عدد البيس اللي انت معاك، في اور 3 رجل وفي اور كام رجل؟ 2 رجل. فالسبوز اللي انت هتستعمل الاور اللي هي 3 رجل. هنا في سيجنالز برضه. كده انا اخترت الاور اللي هي لها 3 ليكس. في اي استفسار؟ اخترت الاور اللي هي 3 ليكس. يبقى اذا هنا لاحظ ان انا هنا في سيجنالز هتبقى زياده. هنشوف هنعمل معاها ايه. احنا خدنا الاي 1 والاي 2 عشان اعمل بها ايه؟ اوصلها من الاي نوت والاي 1 اللي هنا. يبقى فاضل لي هنا اخد الاي نوت. واحنا كان واحد اثنين، يبقى فاضل لنا كام؟ اي 3 اي 4 اي 5 اي 6 اي 7. طب ودي اعمل فيها ايه يا دكتور؟ ممكن نختار منها الاي الميموري، صح زي ما الزميل قال انبوت اوتبوت سيجنالز. طبعا هنا على حسب السيجنالز بتاعتك، هنا على حسب البروسيسور. على حسب البروسيسور عندنا الانبوت اوتبوت سيجنال مره ظهرت كده انبوت اوتبوت سيجنالز، ومره ظهرت كده. اخد دي ولا دي يا دكتور؟ على حسب البروسيسور. طبعا احنا عارفين الكلام ده قبل كده. قلنا ان البروسيسور بتاعي اللي هو 80 85 80 80 80 كام؟ 88 بالك 80 80 80 85 80 88. كنا بنختار مين يا جماعه؟ الانبوت اوتبوت ميموري كومبلمنت. الانبوت اوتبوت ايه يا جماعه؟ ميموري كومبلمنت. عندنا ابتداء من 80 86 80 186 80 286 80 386 اس اكس كان ايه يا جماعه؟ الانبوت اوتبوت كومبلمنت. اذا انا ما ذكرتش يا دكتور. خلاص؟ خد على طول الايه؟ اللي من غير انبوت. طب افرض ذكرت البروسيسور معايا؟ يعني انا اقول لك مثلا ايه؟ اذا بيس ادرس بيس كذا كونكتد ويز مثلا البروسيسور بتاعي 80 85 يبقى انا عارف هاخد ايه؟ هاخد ايه؟ قلت لك 80 86 يبقى انا عارف ان انا هاخد ايه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ان انت بس هتحط في طريق ايه؟ انفرتر او مش هتحط انفرتر، بس ده برضه بيعكس حضرتك فاهم الفيتشرز بتاعتك كامله ولا ناسي؟ فاهمين الحته دي يا شباب؟ هي مش تركه ولا حاجه، بس ايه؟ المفروض ان حضرتك تاخد بالك منها. يبقى هنا فور اكزامبل لو احنا بنتعامل مع 80 86 يبقى هنا اللي هو اي انبوت اوتبوت هتبقى هو هنا هتبقى كومبلمنتد مع الموديل. طبعا هنا عشان اتعامل مع الانبوت اوتبوت بورت يبقى اشوف دي ان السيجنال دي تكون زيرو. طبعا واضح جدا ان البيز ادرس بتاعتي هو بيتهيألي كام يا جماعه؟ بصفار. يبقى كل ده بصفار وعليه هيحصل ايه يا جماعه؟ سيليكشن انيبل للشيب بتاعنا اللي هي 82 سي 55. لو بتلاحظ كده ان انا فكرت في البدايه يا جماعه، هتقول اي برنامج اسمبلي حتى تكون تستطيع توظف كل مغلفات لغه الاسمبلي بدقه ومرونه لازم تفهم هاردوير الاول. لازم يتقال لك المشكله بتاعتك تفهم هاردوير هتبقى امبلمنتد ازاي، بعد كده الامور هتبقى بسيطه خالص. اول حاجه لفتت نظرنا ان احنا ما عملناش سيلكشن للبورت اي، رغم ان انا مستعمل كام بورت يا شباب؟ مستعمل اوت بورتس. انا عايزك ترد على احمد. مستعمل كم بورت يا شباب؟ الاوتبوتس. مستعمل البورت اي، مستعمل البورت سي، ومستعمل البورت بي. عظيم. يبقى لازم اعمل ادريسنج لهذه البورتس. فخاصه ان انا عملت لها سيلكشن من الشيب بتاعي، صح الكلام؟
وعليه انا عندي كنترول ريزيستور لازم يتعمل له سيلكشن، وعندي الايه كمان يا شباب الايه البي بورت اي والبورت سي والبورت سي لازم تعملهم لك حساب. لو افتكروا في مرة ان احنا خدنا الاي نوت مش في عمليه السيلكشن، يبقى اذا الاي نوت دايما هتبقى بكام؟ بصفر. يبقى الاي نوت هنا عندي صفر مش كده؟ وقلنا ان الاي 1 والاي 2 هما اللي في السيلكشنز بتاعتي مش كده؟ وقلنا لو بورت بي او لو بورت اي يبقى انا عايزها تبقى دي بكام يا جماعه؟ 0 0. ولو بورت بي هيبقى دي بكام؟ 0 1. ولو بورت سي هيبقى ايه؟ 0 1. ولو بورت ايه؟ او لو كنترول ريجستر قصدي 1 1. يبقى اذا هفهم من كده ان ده الادريسنج بتاعي مش كده؟ ده اللي انا قلته صح؟ يبقى الكنترول سيجنالز بتاعتي يعني انا بعمل ادريسنج للبورت هو 0 0 صح الكلام؟ لان البورت ادريس بيبقى 8 بت صح؟ يبقى ده 0 0. ده هيبقى كام يا جماعه؟ 2 0 او 0 2 فروم ليفت تو رايت. ده هيبقى كام؟ 0 كام؟ 5. 0 كام؟ 6 مش كده؟ يبقى اذا هنقول الكلام ده كهاردوير كقصد اسمبلي هنقول طبعا بنتو نكتب كومنتس. يعني يفضل ان دايما تبدا الشغل بتاعك كومنتس عشان توضح ليه اللي هيلاقي هذا الكود بعديك وظيفته ايه، او انت بعد ما يمر السنوات طوال تعرف مباشره كان وظيفته ايه. هنقول بروجرام تو ريد ويب سويتشز اند ديسبلاي اي سنتكس ايرور او اي مشاكل معاه. بعد كده ان انا لازم اوضح الادريسنج بتاعي، فاول نقول طيب انا هعمل الموديل بتاعي تاني برضو على اساس ان الكود صغير، فممكن يبقى 1 سيجمنت للكود وللداتا مع بعض، مش محتاج ان انا عندي سيجمنت للداتا لوحدها وسيجمنت للكود لوحدها. فيبقى اذا ممكن استعمل المود بتاعي اللي هو موديل تاني اللي هو هياخد الكود وياخد الداتا على 1 سيجمنت. على ايه يا جماعه؟ على 1 سيجمنت. بعد كده بقول ان البورت A ايكوال هيبقى 00 H. ده بقى الادريسنج اللي انا بتكلم عنه، ان انا بقول للمايكرو بروسيسور ان البورت A الادريس بتاعه هو 00. وبعد كده قلنا البورت B احسنت يا محمد ايكوال 02 اتش. عندنا البورت سي هيكون ايكوال 05 بس 5 اتش. اخيرا البورت الكنترول كنترول ريجستر ايكوال 06 اتش. كده انا بدات عملت الادريسنج لكل البورتات المطلوبه، عملت ادريسنج للبورت A وعملت ادريس للبورت B وعملت ادريس للبورت C وعملت ادريس كنترول ريجسترز ما بقاش عندي اي مشكله. هبدا افكر دلوقتي في توصيف البورت. احنا خدنا الجروب A على انه انبوت بورتس، وخدنا الجروب B على انه ايه يا جماعه؟ اوتبوت بورتس. يبقى لازم اوضح الكلام ده من خلال كوماند بايتس. عندنا كام بايتس اللي هتعمل الموضوع ده؟ يا ترى هنعمل بيست ست ريسيف كوماند بايت بي ولا كوماند بايت ايه؟ ها؟ انا دلوقتي عايز اوصف البورت بتاعتي. واخد بالك؟ اذا كانت انبوت ولا اوت. يبقى انا بقى عندي بيت ست ريسيف كوماند، قلنا ان دي بتاعت مين؟ البورت سي. عشان اخليها ست اور ايه؟ ريسيف. وكوماند بايت ايه قلنا بتاعت مين؟ بتاعت توصيف البورت. بتاعت توصيف الايه؟ البورت. يبقى اذا هنا لازم ارسم الكوماند بايتس علشان اعرف انا عايز منها ايه. عندنا 8 بايتس، شود بي دي 7
لازم تكون زي ما اقول محمد قال حبيبي لازم تفهم المهارات دي كويس، لازم تفهم المسائل دي مش المسائل اللي انا بقراها السطور، انا ما بتكلمش عن المسائل اللي انا اصبرها اقراها سهل بنشرحها وبنفهمها مع بعض، بس افرض اني قلت لك انسان مش من العصفور يبقى لازم تعرف ازاي تفكر، ما تبقاش مجرد تحفظ الاسئله فقط لا غير او تهدد وخلاص لما تيجي بقى هي وحظها ما انا ما كنتش انا المساله دي قبل كده يبقى عرضنا على الله فيه، مش عايز المبدا ده، انا عايز افكر بنفس الاسلوب اللي انا استعرضته معاك، يعني احنا قلنا الكلام وبدانا نفكر نعمل ايه، فانا عايزك تتعلم طريقه التفكير مش اكتر. يبقى اذا انا لازم اوصف البورد اللي موجود في الجروب ايه على انها انبوت بورد، والبورد اللي موجود في الجروب بي على انها اوتبوت بورد. طبعا اول حاجه زي محمد قال ان دي 7 شود بي ايكوال 1، لان لو ايكوال 0 يبقى انا بتكلم في البيس البيت سنتر سيرفر كوماند اللي هي البايت بي لا بايت يا جماعه بي. ثاني حاجه لو ادرايز ان البورد البول بورد بورد اي اور بي اور سي كلهم هيبقى يا سمبل انبوت يا سمبل اوتبوت، يبقى اذا انا مش محتاج المود كام يا جماعه؟ الناس ترد على حبايبي، مود كام يا جماعه؟ يبقى اذا هنا لازم ده يبقى زيرو، شايفين انا بفكر ازاي؟ انا ما بعملش حاجه، انا بس بحاول اشوف هعمل ايه الكلام ده؟ هعمل الكلام ده هاردوير ازاي؟ كل ده تفكير هاردوير يا جماعه مش برمجه. برمجه هتيجي سهله بعد كده، بعد ما افهم الموضوع هاردوير. معايا؟ يبقى اذا انا عايز البورت A والبورت B as input والبورت B and البورت C الجزء الباقي من البورت C as output يبقى هو سمبل input سمبل A output، ما فيش عايز اي باي دايركشن ولا عايز هاند تشيكنج ولا اي حاجه مش كده؟ يبقى اذا ده شود بي مود كام يا جماعه؟ مود 0 روح حط هنا كام يا جماعه؟ 0 0. هنا بقى السؤال بورت A وبورت B انت عايزهم ايه؟ input output ازاي؟ انا بقرا منهم الايه؟ السويتش كونديشن بقرا منهم يا جماعه؟ السويتش كونديشن يا ترى السويتش ده مقفول ولا مفتوح؟ يبقى اذا هنا لو مقفول هيبقى هنا في 5 فولت، لو مفتوح هيبقى هنا في كام؟ 0 فولت، يبقى انا عايز اعرف كونديشن دي صح؟ يبقى البورت ايه از انبوت، قلنا الانبوتس ده بكام؟ واحد، الانبوتس ده بيكون بكام؟ واحد، لكل مين بقى؟ البورت ايه واللو والاور اللي هو بتاع البورت ايه؟ سي، يبقى هنا البورت ده اهو بواحد، معناها ان انا مود 0 سمبل انبوت بفر، سمبل انبوت ايه؟ بفر، كمان النبل بتاعي اللي هو بورت سي اللي هو الابر نبل برضه هيكون سمبل انبوت ايه؟ بفر، يبقى كلامه هيبقى بكام يا جماعه؟ واحد. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ هنبص للجروب بي اللي هو الثلاثة بتس الباقيين. الجروب بي انا عايزه سمبل ايه يا جماعه؟ اوتبوت لاتش، سمبل اوتبوت ايه؟ لاتش، سمبل اوتبوت لاتش، يبقى انا ما بتكلمش برضه في مود 1 بتكلم في مود ايه؟ زيرو، يبقى هنا لازم يبقى كام يا جماعه؟ زيرو. طيب الاثنين هيبقوا اوتبوت لاتش. يبقى كام يا جماعه؟ يبقى كام يا جماعه؟ اصفر. طبعا الناس اللي قاعده ما بتشاركش مش عارف هل هي فاهمه ولا هي ما ذاكرتش فالامور عندها متساويه، انا في الاساس مش معاكم. حد مش هيقدر منها كده شباب؟ يبقى انا عرفت الكلام ده منين؟ من الهاردوير بتاع الشيب. من الهاردوير بتاع ايه يا جماعه؟ بتاع الشيب. او من الكونكشنز اللي انا عملتها. طبعا لو انا كنت عكست ما وارد ان انا اجيب لك الورد طبعا دي مش هجيبها لك مش هرسمها لك بس حضرتك اللي هتعمل لها ايه؟ بس لان البعض ممكن دي تقوم قايله الايه؟ السويتشات دي تحطها فين؟ على البورت بي على الجروب بي وتاخد اللي اديت تحطها على البورت ايه؟ سي ما ينفع معاها الكود مش هينفع معاها الكود ده طب على سبيل الافتراض لو انا بالفعل انت في الامتحان رحت قايله ايه؟ انا هاخد السويتشات دول واحطهم في الجروب بي باخد الاداه دي احطها في الجروب سي يبقى هتوظفي الكلام ده ازاي؟ اللي انت هتقوله لي هكتبه يلا يا فندم اتفضل دي 7 هكتب فيه كام الاول؟ دي 7 هكتب فيه 1 انا دلوقتي بتكلم على الجروب ايه صح الكلام؟ الجروب ايه المره دي هيبقى اوت ايه؟ لاتش هيبقى اوت ايه؟ لاتش هتعملي ايه الاول؟ 0 0 احسنت يا فدوى 0 0 معناها ان البورت جروب ايه هيبقى سمبل انبوت لاتش سمبل انبوت بفر اور سمبل اوتبوت لاتش دلوقتي يا فدوى اللي اتدات على الجروب ايه هيبقى اوتبوت ولا انبوت؟ اوتبوت يبقى اذا انا عايزه اوتبوت يبقى اذا البيتس دي هتبقى بكام؟ اصفار البيت دي هتبقى بكام؟ اصفار احسنت يا فدوى كملي يا بنتي ربنا يكرمك فاضل لي عندي 3 بيتس فاضل لي عندي ايه يا جماعه؟ 3 بت، الثلاثة بت دول واحدة فيهم السمبل ايه؟ هيبقى ايه؟ ليه الجروب المرة دي السويتشات ديت احنا
هتبقى ايه؟ فوق، هتبقى انبوت، هتبقى ايه؟ انبوت. ها يبقى اذا برضه ما زلنا في المود كام؟ زيرو. يبقى دي هتبقى كام فيها دلوقتي؟ زيرو. المرة دي هيبقوا دول بالنسبة لي يا جماعة واحد. هيبقى الكود بتاعي هنا كام يا جماعة؟ 8 كام؟ 3. 8 كام؟ 3. بينما الكود بتاعي هنا كام يا جماعة؟ 9. 8. يبقى ممكن في مدة بساطة أعمل لك، يعني أنا مش ناوي أعمل، أنا ما أعرفش كنت هجيبها ولا لأ، بس يعني ممكن أجيب لك الشكل وأعكس لك البتاع. طبعًا الناس اللي هم ما شاء الله هيقوم جاي إيه لو هم بيحفظوا الكود، إيه البتاعة دي أنا فاكرها قبل كده، مع الصفحة التانية على اليمين في الحتة اللي إيه في آخر الكتاب، بيعمل لك كده بيفتكر إن شاء الله. ويقوم جاي حاطط الكود. طبعا الكود ده مش هيشتغل، الكود ده لو هتحط على بروسيسور هيشتغل مش هيشتغل مش كده. يبقى لازم يا جماعه كلنا نبقى عارفين ازاي نتعامل مع الهاردوير الاول. طبعا انا هنا شغال على السويتش ده، يبقى اذا الكود ده مش هو اللي انا اعنيه، لكن هذا هو النمبر بتاعي او الكوماند بايت بتاعي اللي انا عايز احطه في الكنترول ريجستر. يبقى اذا ده اللي هو كوماند بايت 1 او كوماند بايت، كوماند بايت يا جماعه. يبقى اول خطوه بعد ما عملت الكلام ده هيبقى ازاي اعمل الود الكنترول ريجستر الكمالي. طبعا احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ازاي نعمل كده. ها مين فاكر؟ يلا محمد فاكر؟ يلا اتفضل. هنبدا موف الاول، موف نحط الرقم اللي هو فين الحته؟ في الاكيوميليت، في الاكيوميليت او في اللور بايتس، اللي احنا بنتكلم في 1 بايتس يبقى في اللور بايتس بتاعت الموت على شويه يا محمد. يبقى هنا هنقول موف ال، هنكتب فيه كم بقى الكود اللي حضرتك وصفته معايا حالا؟ 9 ايه؟ 8 اتش، لانك انت لسه موصف معايا هذا الكود لسه كتبناه، كتبناه من الهاردوير اللي احنا عملناه. يبقى احنا واحنا بنكتب الاسمبلي من مين اللي بنكتب قبل مين؟ بعمل الهاردوير واكتب الاسمبلي بتاعه ولا بعمل الاسمبلي وبعد كده اعمل الهاردوير بتاعه؟ الهاردوير الاول لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه، لان انا هكتب الخطوات بناء على هذا الكلام. معايا؟ هنا اما لقينا ان احنا مش هنقدر نعمل سيلكت للاول بورتس، فاضطرينا نعمل ايه؟ ادريسنج لها في الكود بتاعه، صح الكلام؟ هنا البورتس بتاعتنا خلينا ان دي في السويتشات دي للليدات، يبقى لازم نعمل الكلام ده نعكسه هنا. يبقى اول حاجه اعملها ان انا بقول موف في الاكيوميليتور حط فيه القيمه 9 8 اتش عشان اللي انا اوصف بيه. الكلام ده مش المفروض يتحط في الاكيوميليتور، المفروض يتحط في ايه؟ الكنترول ريجستر. يبقى لازم اعمل ايه؟ اوت. يبقى هقول له اوت الكنترول ريجستر، حط فيه قيمه الايه يا جماعه؟ الايه. حط فيه قيمه الايه؟ في اي اشكاليه كده يا شباب؟ عظيم جدا. طيب بعد ما عملت كده ايه يا دكتور بقى المطلوب؟ انا خلاص المايكرو بروسيسور بتاعي والكنترول والشيب بتاعتي اللي هي 80 سي 55 خلاص بقت عارفه، وهو عارف المايكرو بروسيسور عارف، وهذه الشيب عارفه ان البروب ده هيبقى فور انبوت والبروب ده هيبقى في الايه؟ فور اوت. يبقى انا لازم اقرا الكونديشنز بتاعتي، اقرا الكونديشن بتاعت السويتشات. اقراها ازاي يا دكتور؟ ما احنا عرفنا الاوت عشان اخرج، يبقى عشان اقرا يبقى هي او عايز ادخل يبقى الامر اسمه ايه يا جماعه؟ احنا ما خدناش اوامر كتير، احنا خدنا اربع اوامر في الموضوع ده. ان وايه؟ واوت والان اس والايه؟ طبعا انا مش بتعامل مع سترنج. انا بتعامل مع ايه؟ مع السمبل اللي عايزه. يبقى انبوت وايه؟ واوت. دلوقتي انا عايز اقرا السويتشات، هستعمل الاوت؟ رد عليا يا حبيبي. هستعمل الايه؟ الانبوت. يبقى الانبوت بتاعتي هدخل الكلام ده فين؟ لو احنا فاكرين الايزوليتد كنا بنقول في الانبوت بدخل دايما ايه؟ يبقى خرج من الاكيوميليتور على بره، يا اما بقى بستقبل من بره للايه؟ للاكيوميليتور. يبقى هنا بقوم قايل له انبوت. طبعا الاكيوميليتور هو اللي هيستقبل الكونديشنز دي. ليه قلت ال؟ لان انا عندي البورت الواحد هيدخل لي كام بت؟ 8 بت. هيدخل لي كام بت؟ يبقى هنستقبل البورت ايه الاول؟ احنا قلنا البورت ايه متوصل ب 8 سويتشات، يبقى هنقول بورت ايه. انبوت بورت ايه معناها ان انا هستقبل السيجنالز بتاعتي. طبعا واضح جدا ان هنا انا مش بستقبل السويتشات ذات نفسها، انا بستقبل السيجنالز. يعني في حاله ان الميدان بقى كلوز يبقى الدايره بتاعتي مقفوله ولا مش مقفوله؟ مقفوله. يبقى اذا في هنا جهد قدر كام؟ 5 فولت عند النقطات. يبقى هيستقبل هنا 5 فولت، هنا هيستقبل 5 فولت، هنا هيستقبل 0 فولت، هنا هيستقبل 5 فولت، هنا هيستقبل 0 فولت. يبقى انا عندي الكلام ده موجود على البن ولا مش موجود على البن يا جماعه؟
موجود على البن كونديشنز بتاعتي. يبقى اذا الكونديشنز الثمانيه الاولانيين هستقبلهم احطهم فين يا جماعه؟ في الاكوميليتر. المفروض ان الكونديشنز دي بعد ما استقبلها اظهرها في حته على البورتس بتاعتي. يبقى اذا هنا انا استقبلت الكونديشن بتاعت السويتش صح كده ولا غلط؟ اقوم جاي بقى ظاهرها اقول له اوت اي ال فين حته يا جماعه؟ البورت مين يا جماعه؟ اوت اي ال على البورت اي بي. يبقى اذا اللي كان مقفول هيبقى خمسه هيتحط هنا خمسه يبقى هو ده هنا مفتوح، واللي كان مفتوح يبقى هنا ايه يا جماعه؟ اوت. طب لو عكسنا الكوماند اللي هو ده الانود يبقى ايه؟ كسود واستبدل هنا ده بالارضي هيبقى ايه؟ ده قايم والتاني ايه؟ على حسب الايه؟ الوضعيه بتاعتي. لان انا ممكن اعكس الكلام ده بالدرجه دي واحط هنا ايه يا جماعه؟ ارض. واحط هنا ايه يا جماعه؟ ارض. يبقى اللي مقفول هيجيب واللي مفتوح فاهمين قصدي يا جماعه؟ هنا لازم تبقى عارف برضه اللي اداني اللي هجيب انهي؟ البعض هيقول هنا طالما هنا 5 فولت هنا 5 فولت 5 فولت مع 5 فولت الدرجه ده هيجيب ولا هيقفل يا جماعه؟ ده الكلام ده لو انا كومن ايه يا جماعه؟ انو. طب لو انا عكست ورحت موصل الكلام ده بالارضي ابقى كومن كسوس اللي هيجيد ولا هيفي؟ هيجيد. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى انت لازم تبقى عارف مين اللي هيجيد ومين اللي هيفي وفقا للايه؟ للرؤيه. تمام؟ عندك سؤال اتفضل. هو اللي هنشغله يا دكتور البورت ولا جروب؟ بورت ايه ولا جروب ايه؟ ما انا هنا ما اعرفش استقبل عندي 12 بت وفي نفس الوقت عندي مشكله ان انا ما اقدرش استقبل البورت سي مره واحده. لان بورت سي ده نصه فين؟ في جروب ايه والنص الثاني فين؟ في جروب بي. فانا هتعامل 8 8 لهذا دلوقتي هتشوفوا موضوع حالنا. خلاص يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ انا قريت الكونديشنز وعرضتها. قريت الكونديشن وايه يا جماعه؟ وعرضتها. فاضل لي كام بيكس؟ اربعه. بتوع مين؟ بورت سي. هل ينفع ان انا اقرا اربعه بس ما خدناش اي امر بالكلام ده؟ احنا بنقول ايه؟ يعني بقى يا بقى الثمانيه يا بقى ايه؟ يا بقى يطلع ايه؟ ثمانيه. يبقى اذا هقوم قايل ماشي هقول انبوت على الاي ال البورت سي. بس يا دكتور انا مش عايز من البورت سي غير كام حاجه يا شباب؟ اربعه. الاربعه اللي هم الايه؟ الاخار. الاربعه الايه؟ الاخار. بل بس الحته دي علشان فيها تركه قويه جدا. عشان كده بقول لك افهم هاردوير قبل ما تحل سوفت وير. انا ما اعرفش في السكشن كنت بتعمله كبرمجه ازاي؟ يعني تفهموا الهاردوير كونديشن الاول وبعد كده تكتب عليه السوفت وير ولا نكتب السوفت وير تفهموا بيعمل ايه هاردوير؟ المفروض العكس يعني المفروض افهم هاردوير وبعد كده اعمل السوفت وير. طيب دلوقتي انا عندي مشكله. انا خدت البورت بتاعي. خد بالك فور اكزامبل مثلا لو هنا 1 0 1 0 فور اكزامبل هنا طبعا انا مش مهم عندي هنا في ايه ولا مهم عندك في ايه هنا يا شباب؟ لا لان انا بقرا او بقرا النبل ابر نبل اللي في البورت سي صح الكلام؟ وعندي مشكله ثانيه ولو بالفرض ان انا قريته انا هظهر هنا اللور نبل بتاع البورت سي. فمن المشكله فين يا شباب؟ انا هنا هقرا ايه يا شباب؟ ده سويتش كونديشن وما اجي اعرض هعرض انه اللور ده مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة ازاي انت هتقرا الاربعة الابر نيبل في حين ان انت ما هتعرض هتعرض اللور نيبل؟ صعبة مش كده؟ مش كده؟ لكن لها حل ولا مالهاش حل؟ لها حل. ايه الحلول؟ الحلول ان انا هقرا البورت كلتي حتى معترض عليا وبعد كده هضرب محتوى الاكيميليتور في زيرو اف في زيرو ايه؟ اف. يبقى انا عملت هنا دومت ايه يا جماعة؟ اصفار. وعملت ايه في الكلام ده؟ سبته على وضعه. سبته على ايه؟ على وضعه. وبعد كده اعمل روتيت تو رايت. روتيت تو رايت مش احنا خدنا الكلام ده في الاسمبلي. روتيت تو رايت يعني ايه؟ هدور الكلام ده كله بحيث ان يجي فين حته؟ في اللور نيم. يجي في اللور ايه؟ نيم. الروتيت ده هيبقى كم مره؟ اربع مرات. نقولها تاني يا شباب؟ نقولها تاني يا حبايبي؟ نقولها تاني. استنى لو تلاحظوا ان انا قبل ما بكتب اللاين كود بفكر ايه يا جماعه؟ هاردوير. الاسمبلي بالذات لازم تفكر هاردوير وانت بتكتب اللاين كود بتاعك. مش اي كود وخلاص بتكتبها. من تاني ايه المعضله يا دكتور؟ احنا قلنا ان احنا خدنا الجروب ايه؟ فور ريدنج سويتش كونديشن.
حد عنده اي اعتراض؟ اتفضل يا حبيبي. منهم اربعه بيت موجودين في الابر ليفل لكرسي. لو بفرض ان انا هنا لو عملت هنا لو بصينا هنا خدت البورت ايه بامر انبوت وخرجته بامر ايه اوتبوت على البورت بي، في اي اشكاليه كده؟ الثمانيه خدتهم وحطيتهم هنا. هنا المشكله في ايه؟ ان انا هاخد كام بس؟ اربعه. فانا حته في الابر وهعرض اربعه، فانا حته في اللور. ازاي؟ فهمنا الحتتين ولا لسه مشكله مش واضحه؟ وعليها اعمل ايه؟ هقول ان انا هقرا الاول البورت سي كله. البورت سي كله، كل ده بقى فين حته يا جماعه دلوقتي؟ فين؟ في الايه؟ قلت انبوت ال كوما بورت سي. صح الكلام؟ يبقى انا قريت كل الكلام. طيب البيت بوزيشن اللي هي 0 1 و 2 و 3 مش مهمين عندي في حاجه. لان انا مش هظهر الكلام ده، انا عايز اظهر مين؟ ضد لها بيبي الكلام ده. فهو قال له قال الاكيوميليتور، طبعا عشان انا ببدا بالاف يبقى لازم تبدا بكام يا جماعه؟ بزيرو. فاكرين انتوا الكلام ده طبعا عشان بدا بالليتر اف كام يا جماعه؟ زيرو اتش. يبقى ايه اللي حصل دلوقتي بعد ما طبقت الامر ده؟ اصبح لما ضربت في اف 1 في 0 ب 0 1 في 1 و 1 1 في 0 و 0 1 في 1 بايه؟ 1. هل انا غيرت في الكونديشنز بتاعها؟ بس هنا الكلام ده بقى بكام يا جماعه؟ اي اشكاليه كده؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ روتيت تو ايه يا جماعه؟ تو رايت. انا عايز اخد الصفر ده يجي ايه؟ هنا مش كده؟ هيقوم زي الصفر ده ايه؟ هنا، وارجع اخد الصفر الثاني ده هنا، انزل الواحد ده ايه؟ هنا، وبعد كده الصفر ده هنا، يقوم زي الايه؟ الصفر اللي بعديه هنا، وبعد كده الصفر الاخير هنا، يزق الواحد ده هنا. يبقى بعد اربع مرات ايه اللي هيحصل؟ الكونديشنز بتاعتي دي هتتنقل في الحته يا جماعه؟ حد عنده اي اعتراض؟ هعمل الكلام ده كم مره في الروتيت؟ يبقى اذا هعمل الكاونتر بتاعي هظبطه عند اربعه. الكاونتر طبعا فاكرين؟ الكاونتر ريجستر كان السي اكس. كان ايه يا جماعه؟ السي اكس. بس انا مش عايز السي اكس كله، مش عايز الرقم ده، انا عايز ايه؟ اربعه. يبقى هنقول موف في الايه؟ لا مش في الايه بقى، في السي ال زيرو كام؟ اربعه اتش. ده الكاونتر. مش احنا قلنا فاكرين لما كنا بنتكلم في اول محاضرات لما كنا بنتكلم على السبيشال بيربس ريجستر كنا بنقول، والجنرال بيربس ريجستر كنا بنقول في عندنا داتا ريجستر والكاونتر ريجستر، وفي الكاونتر ريجستر كنا بنقول ان بيستخدم عشان يعمل ايه؟ عمليه الكاونتنج للجروبس بتاعتي او الاوبريشنز المعينه، مش كده؟ يبقى اذا هنا بنقول موف في السي ال حط كده يا جماعه 0 4، وبعد كده ارجع اقول ايه؟ روتيت تو رايت. انا عايز ازق ناحيه الايه؟ اليمين. مين؟ محتوى الاكيوميليتور بعدد الارقام اللي موجوده في نهايتها. ده ايش كده يا جماعه؟ اتفضل يا حبيبي. يبقى اذا بعد اربع مرات من الكاونتنج، يعني بعد ما اطبق، بعد ما اعمل الايه؟ الكونديشنز دي خلاص احنا شفنا التغيير اللي حصل فيها، صح الكلام؟ اتفضل يا حبيبي. اللي هيبقى الشكل اللي قدامنا ده. طب بعد ما انفذ الامرين دول مع بعض ايه اللي هيحصل في المحتوى؟ هيبقى هنا كام يا جماعه؟ اصفار. وهيبقى هنا كام يا جماعه؟ اللي هي الباترن بتاعتي. ليه يا جماعه؟ الباترن بتاعتي، صح الكلام؟ طيب ساعتها دلوقتي لما اجي اقول اوت على البورت سي كله بقى، مش كده؟ البورت سي كله معلش كل الناس معاك، مش كده؟ بورت سي كله حطه محتوى ال ال، هيبقى عندنا اللور نيبل فيه كام؟ 0 1 0 1 اللي هم فيهم البيت كونديشنز بتاع مين؟ فالبورت سي اللي هو بتاع وضع السويتشات اللي هنا، هيبدا الليدات اللي هنا هتقيد او هتطرق من هذا الكونديشنز، صح الكلام ولا غلطان؟ اتفضل يا حبايبي. كده يبقى احنا المفترض ان احنا خلصنا الاسمبلي كود، خلصنا المثال بتاعنا. خد بالك؟ طبعا المثال ده مش صعب اطلاقا ولا في اي وجه من اوجه الصعوبه، فقط حضرتك استرجع ورتب افكارك. لا نقراها مره ثانيه علشان الزملاء ما يكونش داخل في النص. وهدفي في ان انا احل معاك اكسرسيز ان انا مش ان انت تحفظ الكود بتاع المساله دي على امل ان انا اجيب لك الكود ده في الامتحان، مش ده قضيتي دلوقتي. قضيتي ان انت بعرفك افكر في المساله ازاي، عشان لو بالفرض جبت مساله ما شرحتهاش على سبوره قبل كده، حضرتك تبدا تفكر بنفس الاسلوب وبطريقه منظمه عشان تضع حلول.
من تاني نفكر نقرا المساله ونفكر بعض احنا مش هنا في الخطوات ازاي. ودعوه للاحباب ابنائنا الاحباب، ما حدش في وقت للتهريج، فاضل لنا 3 4 اسابيع على الفاينل واخد بالك، وفاضل اسبوعين على امتحانات الشفوي، وبعضنا هيجيب امتحانات الميدتيرم خلاص اللي بيخلص، ما عملش الميدتيرم زعلت هيعمله في الايام اللي جايه، ما حدش في وقت للتهريج. يعني لازم ايه يا جماعه نبدا نجهز نفسنا عشان بعد كده يبقى الامور كلها متسارعه معانا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيقول لي في 12 سويتشز اند ديسبلاي سويتش كونديشن اند اون 12 ليد. ايه يعني الموضوع ان انا هو مديني طبعا ايه الشيب اللي انا هستعملها او اللي انت طلبتها مني؟ قال لي الشيب اللي انت هتستعملها اللي هي 82 سي كام؟ 55. على طول قال لي 82 سي 55. كل اللي انا فكرت فيه او انا بحط المساله دي وبحط لها الحل ده فكرت في الاتي. انا عندي كام سويتش؟ كلكم بقى معايا بقى كام سويتش؟ 12. كام ليد؟ 12. عددهم كام؟ 12. بس خلاص انا من بدايه الامر اما كانوا بيكلمونا على ال 82 سي 55 شيب انا عارف بالغ زي بيت ان انا عندي 3 بورت، كل بورت كام بت؟ يلا يا جماعه كل بورت كام بت؟ 3 في 8 14. بس خلاص يبقى معنى كده ان كل البورت هتستخدم ولا مش هتستخدم؟ هتستخدم. حلو. قالوا لي ان البورتس دي بتقسم لكام جروب؟ لكام جروب؟ لتو جروب. كل جروب في كام بت؟ 12. 8 مع البورت ايه؟ مع الابر ليفل للبورت سي، هذا 12 الابر ليفل. و8 مع البورت بي مع 4 بيتس اللي هم اللور ليفل للبورت سي يعملوا لي كام برضه؟ 12. يبقى انا عندي هنا 12 وعندي هنا 12. اظن التفكير سيستماتيك خالص وكانه بيفضح نفسه هو عايزك تعمل ايه بالظبط. ولا انت شايفين ان ما فيهاش مدخل؟ فيها مدخل. يبقى اذا انا هاخد احد الجروب ايهما انت حر؟ ايهما ايه؟ انت حر؟ لما كنت سالت فدوى وردت عليا من لحظات هنا انا خدت الجروب ايه؟ للسويتشات. وخدت الجروب لمين يا جماعه؟ للليدات. طب افرض يا دكتور انا خدت الجروب A B للسويتشات والجروب B للايه؟ للليدات. اقول لك انت على الخيار لكن لازم تكون ايه؟ عارف ازاي هتظبط الكوماند بايت بتاعتك. تعيش كده كده؟ معايا؟ انا عملت كوماند بايت على الوضعيه دي، اما غيرت افتراضا السويتشات بتاعتي مكان الليدات اختلفت وقالت لي يبقى اذا الكوماند لاين دي هتتغير بكام؟ اعتقد كان كام؟ 8 كام؟ 3 8 8 ايه؟ 3 صح الكلام؟ يبقى انت على الخيار بتاعك. خلاص؟ يبقى ايه اللي حصل؟ خلاص يا دكتور انا هوصل السويتشات بتاعتي، ابدا ارسم هاردوير. ابدا اشتغل الاول ايه يا جماعه؟ هاردوير. هوصل السويتشات بتاعتي على الجروب ايه؟ يبقى اذا البورت ايه؟ البورت 7 هياخد 7 سويتش او سوري 8 سويتش، والبورت سي 4 للبورت سي 7 هياخدوا 4 كمان، يبقى عندي كام سويتش كده في الاجمالي يا مؤمن؟ 12 سويتش. طبعا لازم اقفل الدايره، جزء منها احد اطراف السويتشات هيتوصل بالارضي، الطرف الثاني هيتوصل بالايه يا جماعه؟ بجهد البطاريه بتاعتي. فايش كده كده يا جماعه؟ يبقى انا كده وفرت كنترول سيجنالز موجوده على البن بتاعت الجروب A اللي يوضح وضعيه السويتشات بتاعتي. فايش كده كده؟ بعد كده هوصل 12 سويتش على الجروب B اللي هو من بيت نمبر 0 في البورت B للبيت نمبر 7 في البورت B ادي 8 ليت، ومن البيت 0 في البورت C للبيت 3 في البورت C ده يفضل 4 ليت، يبقى 4 و 8 كام؟ 12 ليت. انت برضه على الاختيار انت حر. انا عملتها هنا كوموند ايه؟ كوموند ايه يا جماعه؟ كوموند انود. ممكن حضرتك تعملها كومون كاسوت مع استبدال ال 5 فولت للايه؟ الى الارض. وهنا تفهم من كده ان لما يبقى هنا في حاله الكومون كاسوت يبقى الهاي سيجنال هتعمل اناره للليد، بينما في الكور انود الهاي سيجنال هتعمل اطفاء للايه؟ للليد. ما فيهاش اي مشكله. وصل يا شباب؟ في النهايه تعكس الايه؟ الكونديشن. كده انا فكرت هاردوير. في المساله بعد كده عايز اوصل الكلام اللي هو قاله لي. قال لي ان البيس ادرس بتاعك بكام يا جماعه؟ 0 0. عايز اعمل بي سيليكشن للبورت وعايز اعمل انيبل للشيب. عايز اعمل ايه يا جماعه؟ محمد بيها سيليكشن للبورت وانيبل للايه؟ للشيب. واخد بالك؟ وعليه في بين كونكشنز لازم تتوصل للكمبيوتر لسه للمايكرو بروسيسور لسه. عندي الداتا باس بتاعي
انا عندي كام في الـ في البي 32 سي 55 كام عندي داتا كونديشن كام بت تمام من الدي نود دي كام 7 اتوصلوا من الدي نود دي 7 بكام من السيستم داتا باس ايه السيستم داتا باس ده اللي هو البين بتاعت مين المايكرو بروسيسورز طيب يا جماعه المايكرو بروسيسورز لان عندنا 80 86 او 80 85 تحديدا كان كام بت يا جماعه كان 8 بت بينما 80 86 كان كام بت 16 بت سيان كلاهما هوصل من البيت كام يا جماعه كام من دي نوت كام دي 7 للسيستم ده تبص سواء كان 16 او سواء كان كام كان 8 في اي شكل كان عظيم جدا فاضل لنا 4 سيجنلز او 5 سيجنلز لازم اوصلهم هما كام ده اللي هو بيحصل بقى البوزيشنز ديت ان نوت واي 1 في الشبكه ديت اللي بتعمل سيلكشن لمين يا جماعه للبورت معايا هنا الريد سيجنالز يبقى هخش عليها الانبوت اوت ريد كنترول سيجنالز اللي طالعه من المايكرو بروسيسور الرايت سيجنالز الانبوت اوت رايت كنترول سيجنالز اللي طالعه من المايكرو بروسيسور الريسيت برضه بالريسيت سيجنال اللي طالعه من الايه المايكرو بروسيسور ومن خلال البيز اد زي ما احنا شفنا مع بعض دلوقتي شايفين وصلنا طبعا للتيسير جابهالي كام يا جماعه 0 0 اذا عند الاور اما دخل عليها كل الاصفار هيطلع منها في الاخر كام 0 هتعمل ايه انبل الايه في اي اشكاليه كانت الهاردوير؟ في اي اشكاليه؟ بعد ما عملت الكلام ده هاردوير وبدات افكر في ترجمه الهاردوير ده لكود. بعيد الكلام تاني اهو يا شباب. اترجم الكلام ده لكود ازاي؟ اول حاجه لازم اتكلم في الحتتين اللي انت قلتهم دلوقتي. يبقى اذا انا هستعمل اور بورد سمبل انبوت بفر اور سمبل اوت يبقى اذا انا بفكر على طول في المود زيرو بفكر على طول في ايه يا جماعه في المود زيرو لان المود زيرو هو اللي بيضمن لي توصيف الاور بوكس على انها انبوت اور اوت بوكس صح الكلام انا غلطان وعليه لازم الدي 7 زي ما محمد قال لنا في بدايه الكلام لازم يكون بيساوي 1 بعد كده عندنا المود زيرو يبقى لازم التو بيت التانيين لهم يكونوا ايه يا جماعه بصفر وعشان اعمل الجروب ايه از انبوت بورت يبقى لازم هو والابر ليميت بتاع بورت سي لازم يكون انبوت وعشان يكون انبوت لازم يكون دوبل بيكمل معاه واحد. بعد كده قلنا ان لازم ده يكون برضه سيمبل اوت يبقى اذا المود بتاعه لازم يكون مود ايه يا جماعه؟ زيرو وعشان هو اوت لازم الاثنين دول يكونوا ايه يا جماعه؟ صفر. وصلنا. فاهمين الحته دي يا جماعه؟ يبقى اذا الكنترول ريجستر لازم يهولد بتسعة كام يا جماعه؟ 8 اتش. لازم يهولد بتسعة 8 ايه يا جماعه؟ اتش. بدات اترجم الكلام ده في هاردوير طبعا كتبنا الكومنت اللي ايه اللي بيوضح وظيفه الكود بعد كده قلنا ان احنا هنستعمل 1 سيجمنت فور كود اند فور داتا مش محتاج 2 سيجمنت فقلنا نوت موديل ايه يا جماعه 10 بعد كده الاربعه لاين كود دوما بعمل الادريسنج بتوع مين يا جماعه؟ بتوع البورت A والبورت B والبورت C والكنترول ريجستر، ليه انت عملت كده يا دكتور؟ لان انا مش بدون من هقدر اعمل سيلكت للاربعه دول. يبقى لازم اضمن الادرس ده فين ايه يا جماعه؟ في الكود، لازم اضمنه في الايه؟ في الكود. يبقى اذا البورت A هيبقى 00، البورت B هيبقى 02، البورت 3 البورت قصدي C هيبقى 05، البورت الكنترول ريجستر هيبقى كام يا جماعه؟ 06، واحنا عرفنا الكلام ده جبناه ازاي؟ وضحناها المحاضرة اللي فاتت وضحناها في بداية السكشن بتاع النهاردة. في أي إشكالية كده يا شباب؟ فهو بنقول إن البورد إيكوال كذا يبقى أنا حددت الأدريسنج بتاع كل بورد. هنا بدأت أوظف الكلام اللي أنت قلته حضرتك حالا. عشان أدخل داتا للبورد أو أخرج داتا من البورد يبقى إما باستخدام الأمر إيموت مع الأكيوميليتور. فطب دلوقتي أنا عايز أقول الكنترول ريجستر يبقى فيه 9 8 9 H يبقى لازم أقول موف الكلام ده في الأكيوميليتور إن الوسيط بتاعي هو مين يا جماعة؟ الأكيوميليتور. وبعد كده اقول له اوت مين؟ المحتوى اللي انا دخلته اللي هو كام؟ 9 8 اتش على فين حته؟ على الكنترول ريجستر اللي احنا وظفنا اللي احنا عملناه هاردوير عملنا سوفت وير. فاي اشكاليه في الحته دي يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي. فاي اشكاليه؟ بعد كده ابدا بقى اقرا البورتات بتاعتي. انا هنا بقول له دخل الكونديشنز بتاع السويتشات في الحته في الاكاونت وارجع ظهره في الحته على البورت اي بي باستعمال انبوت وايه؟ واوت استعمال الانبوت والايه؟ قلنا المشكلة كان في الايه؟ في البورت سي. ان انا هقرا في النبل ابر نبل وهعرض في اللور نبل. فبدانا نحل المشكلة دي ان احنا قرينا البورت سي كله على بعضه وحطيناه فين؟ في الايه؟ وعملنا ماسك بعد كده للور نبل بدرجة الضغط بكام؟ 0 اف وبعد كده عملنا روتيت للمحتوى بتاعنا اربع مرات عشان يتنقل في حتة في اللور نبل. وبعد كده رحت عرضه على الايه؟ على البورت سي
في اشكاليه كده يا جماعه. يبقى حضرتك لازم تفكر في المشكله ايه يا جماعه هاردوير اولا ثم تنطلق الى طبعا لو واضح بعد ما حللناه ان الموضوع كان سهل ولا حد كان شايف انه صعب؟ كان سهل، بس ايه صعوبته؟ ان حضرتك لازم توظف اللي انت خدته. كل اللي انا قلته ده اتقال، كل اللي انا قلته في المحاضره اللي فاتت اتقال، البورت سي والبورت بي والبورت اي والبورت بي وازاي اعمل سيلكشن للبورتس مش كده؟ والكوماند لاين بايت لوحدها والكوماند لاين الثانيه لوحدها. دي الدور اللي انت تحطها في ايه؟ في فكره. تحطها في ايه يا جماعه؟ في فكره. وانت تستطيع بس انت نفس الفرصه، مش من اول ما تشوف مساله ما شفتهاش تواصل كده على جنب خليها لاخر الامتحان ومش هنحلها كده كده. لا، حاول تبقى ايه؟ متجاوب مع الناس. في اي اسئله قبل ما نعمل على المساله الثانيه؟ اتفضل حضرتك. ما عنديش مشكله في الحكايه وما فيهاش اي مشكله، لكن دايما الواحد بيعمل كلير للايه للكلام ده بحيث ان هو يضمن ان هي مش داخله معايا في اي مشكله. لكن لو انت ما عملتش فصل للداتا ما فيش اي مشكله، هعمل روتيت على طول لل ال 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 مش لل ال، اعمل له روتيت اربع مرات ومن ثم اعمل الاسكرين. ما فيش اي مشكله، ما عنديش اعتراض على ده. لكن انا بقول دايما المهندس الكنترول كويس لازم عارف ايه اللي موجود اصلا. يعني انا لو انت سالتني طب البورت ايه دي في اللور ليفل دي هيبقى فيها كام؟ اقول لك ما اعرفش. على حسب الداتا اللي كانت موجوده في البورت، صح كده؟ فهنا دلوقتي لما اعمل مصر تقول لي طب البورت سي في الليفل كام وفي الابر كام؟ اقول لك اقدر اقول لك، صح كده؟ فدايما الواحد بيبقى دايما حريص ان هو يبقى فاهم ايه اللي موجود في الدايره بتاعته عشان لما يبقى في مشكله يبقى عارف المشكله دي مصدرها فين او سببها ايه ويقدر يتعامل معاها. لكن كمثال تطبيقي كامل من حق تقول الطول عايز بدون ما تكون ماشي، ما عنديش اي مشكله. في حد عنده اي طبعا؟ اشكرك طبعا على التفكير في الموضوع. في اي حد تاني عنده اي استفسار؟ اوف انترفيس the number of reference and their address. حاجة يعني مش مطموسة المعاد وظبر، هو ديكودر ولا مش ديكودر، هو بروجرامر اللي هو بي ال دي اللي هو بروجرامر لوجيك ديفايسز او جي ال اي اللي هو جيت لوجيك اري، فاهم قصدي؟ وطبعا ما حددليش، ممكن يكون بي مثلا 280 سي 55 هو ما قالش، لكن اداني كده حاجات مطموسة المعاد. هنشوف ازاي هنتفاعل معاها. هنا وده المسألة، ما قاليش دي ديكودر ولا قال لي ده بروجرامبل لوجيك اري ولا واتيفر هو كان ايه. طبعا احنا خدنا كل الكلام ده مع بعض، خدنا استخدام الناند لوحدها في عملية الديكودنج، خدنا استعمال الديكودر اللي هو الاس 74 الاس 183 ولا 138 از ديكودر، خدنا اللي هو الجيت اري لوجيك كبروجرامبل ديفايسز مش كده بالبي اتش دي ال، وخدنا ال 82 سي 55 اللي كبريفرنس بروجرام بريفرنس انترفيس بالاسمبلي. يعني خدنا كل الافتراضات دي. هنا ما قاليش خلاص، عنه ما قال لي، قال لي ان عندي سيب سيلكشن وعندي طبعا الثاني سيب الايه، عندي قصدي اللي هو الانيبل بتاع الشيب وعندي السيلكشن وعندي الايه، ما فيش اختيار ثالث، ما فيش اختيار ايه ثالث. طبعا الاول ما ذكروش فمش فاهم عندي، بس واضح ان هو الاول سيكون لان هو طلب قال ذا نمبر اوف بريفرنس اللي هو الاوت بتاعته. طب اعرف ايه دلوقتي؟ اول حاجه هو طالبها بايه؟ بيقول لي ان البريفرنس بتاعتك اتصلت بالشكل ده. معايا؟ اتصلت بالشكل. طالب مني ايه؟ اول حاجه المود اوف انترفيس. طبعا اول سؤال هطرحه على حضرتك، هو احنا عندنا كام مود في الانترفيس؟
اثنين برافو هما الايزوليت دول ايه الايزوليت دول ايه طبعا اتكلمنا قبل كده قلنا ان الايزوليتد تشين قلنا ده معناته ان الميموري ادرس سبيس بمعزل عن مين الايمن او ادرس سبيس طب انا افهم الكلام ده من خلال ايه اعرف الكلام ده في الرسمه بتاعتي من خلال ايه اللي هي السيجنالز بتاعتي السيجنالز بتاعتي اللي هي بدها هي قال انا بستعمل سيجنالز واضحه جدا ان هي ازليت السيجنالز صح الكلام اللي هي الايه يا جماعه ميموري سلاش انبوت اوت طبعا افرض يا دكتور كنا في الميموري تشين هيبقى السيجنالز دي كلها واحده يعني ايه كلها واحده ازاي يعني السيجنالز بتاعتها تبقى بالشكل ده في حاله الميموري انبوت اوت ليه يا دكتور لان انا عايز افعل الانبوت اوت بورت وفعل الميموري الاثنين يبقوا فاعلين لان بعتبر ان الادرس سبيس كلهم في الاجمال ايه واحد في شيرنج يبقى الادرسنج بتاعه الانبوت اوت ديفايس شيرد مع الميموري وبحجز لها 64 كيلو زي ما اتكلمنا في الايه في الميموري ماب انبوت اوت انترفيس معايا السيجنالز بتاعتها بالشكل ده معايا لكن هنا واضح ان هي ايه ان هنا لو قلت ان دي زيرو يبقى اذا الانبوت اوت بورت هي اللي فاعله لو قلت ان دي ب1 يبقى الميموري هي اللي ايه اللي فاعله صح الكلام وعليه واضح جدا ان المود اوف ايه اوف انترفيسنج يبقى ايزوليتد انبوت اوت تشين شكرا لدينا يبقى زي ما قلت لدينا قالت هعرف اذا كنت انا ايزوليتد ولا ميموري ماب من الكنترول سيجنالز بتاعت الميموري صح؟ فهنا عندي ميموري انبوت اوت كومبلمنت لو كنت في الميموري ماب تشين هيبقى الميموري والانبوت اوت البوث اوف ذيم ايه يا جماعه كومبلمنت في اي اشكاليه كده يا شباب؟ طيب تاني حاجه بيقول لي ايه؟ النمبر اوف بريفلرز عدد البريفلرز اللي متصله مع الاوتس بتاعت الكودنج ده طبعا وطب وطب يعني ده ايه ما اعرفش مش مهم عندنا ان نعرف لكن هنا كم واحد كم بريفلرز متصل هنا مع هذا البريفلرز طبعا هنا هنعرف الكلام ده منين يا شباب؟ النمبر اوف سيلكشن النمبر ايه؟ اوف سيلكشن احنا عارفين ان النمبر اوف بريفلرز هيساوي 2 اس كام؟ النمبر اوف سيلكشن يبقى اذا انا عندي البريفلرز ديت يبقى النمبر اوف بريفلرز كلمة بريفلرز معناها الملحقات يعني زي الكيبورد زي الهيد انبوت اوت يعني زي الكيبورد زي البروليتر زي البرينتر زي وات ايفر الملحقات اللي تبقى موجوده مع البروسيسور بتاعك معايا يبقى النمبر اوف بريفلرز بيساوي 2 تو ذا باور ان النمبر اوف ان ده اللي هو النمبر اوف سيلكشنز نمبر اوف سيلكشنز عندي كم سيلكشن لاينز؟ 3 يبقى اذا 2 تو 3 بيساوي كم يا جماعه؟ طبعا دي اسئله من الاسئله اللي انا بوريها لك لان بعض الاسئله بحاول اديها في الامتحان بسيطه جدا ومباشره جدا والبعض بيخطا في قراءه المساله فبيضيع درجات قد تكون في اعتقادي ان هي درجات بيجمعها ان في بعض في جانب الظن الدرجات بيحطها على ذلك يبقى النمبر اوف النمبر اوف سلكشن لاينز بيساوي 2 اس ان اللي هي بيساوي ان يبقى 2 اس ان بيساوي النمبر اوف بريفلرز المتصله بالايه؟ بهذا الديفايس. عظيم. هنا طلب مني اخيرا قال عندي زير ادرس. زير ادرس يبقى انا هكتب البنات بتاعتي من الاي نوت للاي 7 طبعا في قراءات هو ما ادهاليش بس هي واضحه لازم يحصل شيب سيليكشن يبقى لازم دي تكون بكام يا جماعه؟ زيرو ولازم واضح جدا ان هي دي شوف دي هتبقى بكام؟ زيرو عشان انا بتكلم في الانبوت بريفلانس او في الاوتبوت بريفلانس يبقى هنا دي شوت ايكوال زيرو يبقى عشان دي زيرو لازم يبقى ده كله بكام يا جماعه؟ وانز يبقى دي شوت بكام؟ وانز هنا يبقى بكام؟ زيرو طبعا هنا الانفرتر مديهول على هيئه سمول سيركلز موجودين عندي 0 0 هنا هيبقى بكام يا جماعه؟ 1 تعال نكتب الكلام ده يبقى عندنا هنا A7 1 A6 ب 5 ب 0 A5 ب 0 A4 بكام؟ 1
هنا واضح جدا ان لم يسقط في الكودينج بتاعتي كلمه الايه يا جماعه الايه 2 يبقى الايه 2 انا مش عارف هي كام صح الكلام فاضل عندنا ايه نوت اي 1 اس بي انا المفروض اعرف ان هم بكام هو دلوقتي بيسليكت كام ديفايس 8 يبقى اللو فاليو هتبقى كام 0 0 0 طب والهاي فاليو هتبقى كام 1 1 1 يبقى اذا الكلام ده هيبقى فروم 0 0 0 تو 1 1 صح الكلام ده طيب انا عايز رينج طب الرينج بيعتمد على كلمه الاثنين تقوم قايل له كده اف اي 2 از ايكوال 0 صح الكلام ما انا ما اعرفش انت ما قلتليش حاجه عن الاثنين مي بي 0 مي بي ايه وانا اف اي 2 از ايكوال 0 يبقى اذا اللو ادريسنج هيبقى كام 9 0 اتش جيت فين الحته يا شباب 9 هيبقى كل ده 0 هيبقى بي نفس الايه عشان نقول اف 2 ب 0 هيبقى 1 0 1 1 اللي هو كام يا جماعه بي هيكس ديسمالي صح الكلام طيب اف اي 2 از ايكوال 1 هيبقى عندنا برضه هنا هيبقى ده 9 برضه 0 1 هيبقى 4 سوري اتش بيجي 9 كام يا جماعه اف اتش يبقى اذا هنا نقدر نقول ان المينيمم ادرس هيكون 9 0 اتش صح الكلام؟ ده البدايه ماكسيمم هيبقى 94 مش كده؟ اللي هو ايه؟ 9 4 ايه يا جماعه؟ اتش صح الكلام؟ ده الايه الماكسيمم بتاعه والماكسيمم ادرس هيبقى 9 اف اتش يبقى الادريسنج بتاعي هيبقى واقف في الحته دي في الزاويه من 0 من 9 0 مينيمم لو الاي 2 بيساوي كام؟ 0 ماكسيمم هيبقى الادريس بتاعي كام؟ 9 اف لو الادريس لو الاي 2 بكام؟ 1 ويبقى انا كده اتفرجت من المساله مساله مباشره لكن اخشى ما اخشى ان انا لو كنت جبتها ان البعض ما بقاش برضه هتصرف فيها ازاي؟ امر بسيط خالص زي ما قلنا دينا هنا هعرف من دي نوع التشين بتاع الانترفيسنج او المود بتاع الانترفيس من النمبر اوف سيلكشنز اللي هيديها لي هعرف النمبر اوف ايه يا جماعه؟ النمبر اوف بريفلنس يعني انا كنت ممكن استبدل الديكودر ده بجال سيستم اللي احنا خدناه قبل كده فاكرنا اللي لها 11 انبوتس 11 ايه؟ انبوتس لو ال 11 انبوت مفعلين واخد بالك يبقى ممكن عندي 2 نص كام؟ 11 يبقى انا عندي عادي 2 اس 11 اللي هو 2 كيلو بريفلرز متصلين بيه اللي هو حوالي 4 كام؟ 2048 بريفلرز يبقى على حسب الايه السلكشن لاينز هيبقى عدد الايه البريفلرز تاني اشكاليه كده يا شباب وهنا جبنا الادريسنج من خلال الاسلوب المعتاد اللي احنا اتعودنا عليه في اي استفسار في المساله دي يا شباب؟ سمعت بتقول ان المانوال شيت بيحل المسائل الفرديه او الزوجيه يعني هي بتقول ايه بيحل الفرديه بس في الابندكس بتاع الكتاب ما تنفروش اصلا بتاخدوا المره ما تنفروش لو انت بصيت الابندكس دي او الابندكس دي بيحل الارقام اللي عكس المانوال شيت يعني اذا كان المانوال شيت بيحل الفرديه الابندكس دي في حل المسائل الزوجيه ناخد مساله نشوف طبعا المساله دي من الاسئله من المسائل الجميل لا زخم ونشوف هنفكر فيها هاردوير الاول ازاي يعني انا دايما حريص بقول لك فكر هاردوير قبل ما تيجي للكود بتاعك تلاقي بعد كده الامور بسيطه بقول لي ديزاين استيبر موتو لا لا نخش بجد اهو كنترول هاي بجد كنترولر هاند رايت ان تي ال بي كود طبعا اللي هو يعني هاي اقصد يعني الاسمبلي كود بتاع البريفر بتاع البروجرامر شيب اللي هتتعامل معاها سواء كنت هو مش عايز يقول لك اسمبلي كود ربما تكون انت مستعمل الجال ولا بي اتش دي ال مش كده فاهمين قصدي يا شباب فهو يعني الكود بتاعك اللي هتستعمله وفقا للشيب اللي انت هتختاره
فلوريتيت فلوريتيت شافت اوف فور فاز ستيبر موتور and clockwise hamster five position and in anti clockwise five position the base address zero zero bits. على نفكر بطريقة بسيطة. المفترض إن أول حاجة تفكر فيها قبل ما تفكر في البريفيرالز اللي هتستعملها قبل ما تفكر أصلا في الشيب اللي هتستعملها فكر في البريفيرالز اللي أنت هتتوصل بيها. هو إيه اللي استغل متقدم؟ ده أول سؤال لازم ينطرح بدي زيد. يعني طبعا انا جبت سيره الاستيبر موتور لان انا شفتكم بتستعملوا الاستيبر موتور في المشاريع بتاع اللي بتستعملوا يعني هو ده السؤال اللي دايما يعني ما تفكرهاش ان هي مساله امتحان. فكر كده ان واحد زميلك مثلا من كليه حسابات او من كليه علوم جاء لك والله انا عندي مشروع وعايزك تعمل لي مشروع وانت مهندس وهو بيبص لك طبعا بشكل كبير جدا المهندس بقى بلد فاول حاجه لازم ادور طب ايه اللي انت هتستعمله الدي سي الاستيبر موتور. اول حاجه اعملها قبل ما افكر في ان انا اعمل الديزاين بتاعي ان انا اشوف ايه هو الاستيبر موتور. الاستيبر موتور بمنتهى البساطه طبعا انتوا ادرى مني بالكلام ده اسمه نظام كونتريبيوشن باور. انا على فكره لما جيت بحل الاسئله دي رحت قريت في الكتب بتاعه الباور عشان اعرف هو الاستيبر موتور. انت المفروض هو ده سمتك انت عايز تكتب كود فلازم تعرف هو الاستيبر موتور ده بيشتغل ازاي اصلا. انا هكتب كود ازاي عشان اشغل موتور انا ما اعرفش بيشتغل ازاي ينفع؟ لازم افهم من الاول. هنا ده الاستيبر موتور عباره عن طبعا جسم الموتور ده استيتور ده اللي هو الروتور. الناس اللي بتتكلم ارجوك ما تضايقنيش عشان بس نقدر نركز ونديك اللي انت عايزه مني. دي طبعا الوايندنج طبعا هنا الروتور بتاعي فيه عدد من السنونز طبعا انا هحاول الرسمه تبقى واضحه اعذرني لو الرسمه مش واضحه بالنسبه لك اعذرني. هنا طبعا وايندنج A وايندنج B وايندنج C وايندنج D هو قال لي فور فاز يبقى انا عندي فور وايندنج معايا. وهنا ده طبعا هنا النورث او النورث يبقى هنا الساوث يبقى هنا الساوث يبقى هنا النورث ده اللي هو السوبر موتور. السوبر موتور بعض المراجع بيسموه ديجيتال موتور. ليه بيسموه ديجيتال موتور؟ لانه هو اثناء الروتيشنز بتاعته الروتيشن بتاعته في الاجمالي 360 دوره واحده يلف كام درجه؟ 360 درجه. فعشان يلف ال 360 درجه دول بيلفهم از اسيدنت او ديسكريت ستيبس يعني ما بيلفهمش كده لف واحده زي الاي سي موتور او زي الدي سي موتور لكن بيلف على هيئه ستيبس. واخد بالك؟ الستيبس دي الانجل بتاعها الانجل او الستيب انجل بتساوي 360 درجه اللي هو عايز يلفها. سواء كده يا جماعه ال 360 درجه اللي هو عايز يلفها على النمبر اوف روتور تي عدد سنين الروتورز بتاعتك دي الروتور ده كام سنه؟
فور اكزامبل لو انا عندي سنون الروتر ده اللي هي السنون يعني انت عارف الترس طبعا كل ترس له ايه يا جماعه عدد من الايه من السنان مش تعرفين الكلام ده طبعا لو الترس العادي معايا لو فور اكزامبل عندي عدد السنون دي بتساوي 200 سنه يبقى الاستيب الواحده عشان يلف 360 درجه اللي هي الروتيشن الواحده هتبقى بزاويه قدرها تقريبا 1.8 ديجري طبعا كل ما قلت الاستيب كل ما كان دقه هذا الموتور بقت اعلى وكل ما بقى سعره كمان ايه يا جماعه اعلى لان في ستيبر موتورز موجود كوميرشالز في وسط ايد الطلبه اللي هو بيستعملوه في الـ في الـ في اسمها ديت الروبوتس اللي انتوا بتستعملوها في اللاين فولور او في السومو روبوت اللي انتوا عملتوه فانتوا ساعات بتستعملوا ستيبر موتور بيبقى الستيب بتاعته 15 ديجري ليه 15 درجه؟ لانه ارخص لكنه ليس الايه؟ الادق يبقى انت في توازن ما بين الستيب انجل او الستيب انجل اللي هو هيتحرك بيها الروتور بتاعك ده هتبقى كل ما قلت الديجري كل ما كانت الكتب بقت ايه؟ بقت اعلى لكن برضه سعره هيبقى ايه؟ اعلى كل ما قلت الانجل ستيب انجل كل ما كان سعره اقل بس ايه؟ الكتب ايه؟ برضه هتبقى ايه؟ اقل بعرف الستيب انجل من خلال بقسم 62 درجه على عدد السنون الروتر في اي شكل كده يا شباب؟ طيب بيتوصل ازاي الكلام ده؟ يبقى انا عندنا عايز ارسم الكلام ده هاردوير يبقى انا عندي اربع ملفات بيخلوا لي الموتور يدور يعني ايه اللي بيحصل؟ عشان بيدور على هيئه ستيبس برضه عايز اتذكر ان هنا عشان الموتور ده يلف لفه كامله يبقى محتاج نبضات كهربيه مش محتاج دي سي فاليوز كده ورا بعض نبضات كهربيه يساوي عدد الروتور تيز اللي هو عدد الايه؟ سنون يعني هنا علشان الاستيبر موتور بتاعي ده يلف دوره كامله اللي هي كام؟ محتاج كام بلس؟ محتاج 2 الكتريكال بلس او البلسات بتاعتي عندي 200 بلس يخشوا عليه ليه؟ يعني هو كل بلس هيحصل ايه؟ ان التيس هيلف ايه؟ تك هيلف ايه؟ سنه يجي له بلس كمان يلف ايه؟ سنه يلف بلس كمان يلف سنه لما يكتمل ال 200 لفه يبقى هنضرب 200 في 100 كام؟ في 1.8 ايه؟ من 10 ديجري هيبقوا كام؟ 60 وصل لحد تاني شباب ولا لا؟ اتفضل يا حبيبي. طيب البلصات دي هتيجي ازاي؟ البلصات اللي انا هغذيها دي هتيجي ازاي؟ هتيجي اعمل اكسايتنج للوايندنج ايه؟ ثم بعد كده ايه؟ افصل الاكسايتنج بتاع الوايندنج ايه؟ اديها لمين؟ لبي ثم سي ثم دي اند سو اون. فاهمين قصدي يا شباب ولا مش؟ معايا؟ طيب افرض ان انا ده كده ماشي كلوك وايز كده انا ماشي ايه يا جماعه؟ كلوك وايز. طب انا عايز امشي انتي كلوك وايز هدي الاكسايتيشن بتاعتها هتبقى مين؟ لايه ثم لدي ثم لسي ثم لبي اند زين ايه مش كده؟ لا ما احنا بنفكر هاردوير فهو راح قال لي انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي فور فيز يبقى اذا انا عندي فور وايدنج يبقى اذا هذا وايدنج الاولاني بس شويه علشان طبعا انتوا فاهمين الكلام ده شباب ولا لسه؟ عظيم. يبقى اذا هنا هذا الوايندنج الاولانيه وهذا الوايندنج الثانيه وهذا الوايندنج الثالثه وهذا الوايندنج الايه يا جماعه؟ الرابعه اداء التغذيه دبليو اي دبليو بي دبليو سي دبليو دي. طبعا كلمه دبليو اللي هي اقصد بها ايه يا جماعه؟ الوايندنج اللي هي اللفات وفاه القطبيه A لفات B لفات C لفات ايه يا جماعه؟ D. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ عظيم جدا. هنا ده اللي هو الاستيبر موتور بتاعي. يبقى اذا لابد من وجود تغذيه اوليه. طبعا الموتور ده الاستيبر موتور ده ممكن يشتغل ب 12 فولت. يبقى اذا انا ممكن اوصل بيه كده هذا ال 12 فولت بتاعي والباقيين هوصلهم بالشيب بتاعتي
اللي هو مثلا وليكن هنستعمل 82 سي 55 نفس اللي زمان كنا شغالين في الاكسرسايز بتاعي ده. فهنا على حسب بقى اديله صفر يشغل او اديله واحد يبطل، هنشوف الدنيا هتمشي ايه هتمشي ازاي زي ما هنعمل الدياجرام بتاعه. هنا علشان الموتور ده بيحتاج امبير عالي، طبعا اتكلمت مع دكتورنا الفاضل دكتور جدير، خدت معاه في الالكترونيه حاجه اسمها الدارلينجتون الدارلينج كونفيجريشن. انا ببقى عايز تيار عالي مع الفولت اللي 12 فولت، يعني مش اي فولت هيشغل الموتور، مش اي قصدي تيار يشغل الموتور، عايز تيار يكون قيمته عاليه ولا قيمته منخفضه؟ ها عاليه. فانا هنا الدارلينجتون كونفيجريشن بيبقى عندي البي جي بي ترانزستور بتاعي، المفروض ان انا بختار هو لان البي جي تي زي ما هو قال لنا المحاضرات بتاعته قال لنا هو كارنت امبليفاير اكثر من هو ممكن يبقى فولتج امبليفاير، لكن هو في الاساس اللي هو كارنت ايه امبليفاير. فانا هاخد هعمل كاسكيد بدارلينجتون، فكره دارلينجتون ترانزستور بيقول انا هاخد الاوتبوت بتاع الترانزستور الاولاني يبقى انبوت للترانزستور الثاني، يبقى بدخله على فيز الترانزستور الثاني والتو كولكتور بيبقوا كومن، وبعد كده باخد الاوتبوت بتاعي من على الكولكتور الايه من على الميتر او من على الكولكتور بتاعي الثاني. فهنا بيبقى ايه هنا التيار بتاعي هنا اللي هو الاي سي توتال بتاع الدارلينجتون ترانزستور ده بيساوي بيتا 1 في بيتا 2 في قيمه الاي ليز اللي داخل هنا. ده بمنتهى البساطه الدارلينجتون كونفيجريشن. خدتوها ماليه؟ ماشي، ما فيش حاجه اسمها للمهندس ماليه. ماليه يا جماعه في نقطه مهمه جدا لازم حضرتك تثق فيها ولازم تعمل لها اخبار عند حضرتك. انت اما تبقى جوه المصنع بتاعك مش هيبقى احد مبرراتك للاونر بتاع المصنع استنى ما خدتهاش في المحاضره. اخد خدتهاش في الكليه. خلاص. فانا اقول لك خلاص حضرتك بس ايه اشكرك روح الكليه كمل دراستك وبعد كده ابقى عليك. مفيش حاجه اسمها كده. حتى لو انا في الكورس بتاعي ما اديتلكش الكورس بتاعي المعلومه دي حضرتك لازم تسعى وراها. بغض النظر مش دي قضيتنا بقى. هنقول هنعمل ايه يا دكتور؟ يبقى احنا عرفنا ان احنا هنلجا. انا بقول لك ان دايما لما اجلس النهارده المساله لازم افكر فيها كمشروع هتعمله حضرتك ويشتغل. ما ينفعش اقول لك هوصل دي بالايه؟ بالشبايه ازاي؟ ما لازم احط لها باور بتاع الموتور وباور الشبايه والادرس بتاع صح الكلام اللي انا قلته يا رجاله؟ فلازم الكلام ده كله يبقى معمول. يبقى اذا انا عندي اربع وايندنج دبليو اي دبليو بي دبليو سي دبليو بي. لو انا عايزها تشتغل في الكلوك وايزنج يعني في اتجاه عقارب الساعه يبقى اذا هنا ده يبقى في الاول يشتغل يحصل اكسيتيشن لده. واخد بالك؟ بعد كده ده صح كده؟ بعد كده ده بعد كده دي هنزل تلتو ايه يا جماعه؟ فوت عليها بقى كده ايه؟ كده يبقى انا المفروض شغال طبعا بالستبس بتاعتي الستيب 1 2 3 4 5 محتاج 5 ستيب عشان ايه؟ يلف انتي كلوك وايز. طبعا لو انا عايز امشي انتي كلوك وايز بفضل ان واقف عند مين؟ عند ايه؟ بس انا عايز امشي بالمخالفه يبقى ايه؟ يبقى دي الاول بعدين سي وبعدين عايز مشاركه من كل شويه وبعدين كده نرجع تاني لايه؟ لايه؟ برضه هنلاقيهم ان هم نفس العدد بس المره دي اللي فين؟ الانتي كلوك وايز. فين؟ في الانتي كلوك وايز. طبعا لو افترضنا ان النمبر اوف ستيبس 200 كل الكلام ده لازم اعرفه قبل ما اعمل الكود بتاعي او قبل ما اعمل الكونكشنز بتاعتي. كده احنا عرفنا تفكيريا مبدئيا هنعمل كنترول على السوبر موتور ازاي. خلاص؟ عشان الاسفلفه انت كلوك وايز
بلاي الوايننج A ثم اكسايتيشن الوايننج D ثم اكسايتيشن الوايننج C ثم اكسايتيشن الوايننج D and zero return to A. هذا أول لفة. أنا هحتاج أعمل الكلام ده كم مرة؟ 5 مرات. بس أنا عشان أنا ألف 5 مرات كل A ما أحتاج كم نمبر أو بالز؟ عندي 200 بالز للفة الواحدة. يبقى 200 بالز بكام؟ بخمسة. يبقى أنا عايز كم بالز؟ 1000 بالز. عايز كم بالز يا جماعة؟ 1000 بالز. ليه؟ قلنا الروتيشن الواحدة اللي هي 360 درجة محتاجة كام؟ نمبر اوف تيز اللي هو كان 200. وانا عايز الف الكلام ده كم مرة؟ 5 مرات. 5 روتيشن يبقى 5 في ايه؟ في 200 يعملوا لي 1000 بالز. 1000 بالز بالنسبة لي اللي هي عدد مرات تكرار اللوب بتاعي. اللوب بتاعي عدد تكراره كم مرة؟ 1000 مرة. 1000 مرة. لانه كل مرة هيدي اللي ايه؟ يعمل التكرار ده كذا مرة عشان يعمل عدد اللفات المتكاملة. نبدأ نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا كذا كهاردوير. يبقى اذا هنا انا محتاج هنا اجزي ده بتيار عالي ونستعمل الدارلينج فور الكونفيجريشن. هذا اللي هو الترانزستور اللي انا رسمته دلوقتي. اوضح اكتر شويه كده. واضح كده يا شباب؟ واخد بال حضرتك؟ ده اللي هيروح الى احد البوكس بتاعه الشيب بتاعتي. وليكن هنا ولكن انا وصلته بالبورت A0. ده اول وايندنج. ده اللي هو الدبليو A او الدبليو رابر الدبليو دي مثلا الوايندنج الاولاني. هنا في هنا كمان تغذيه هنا. يبقى عندنا برضه نفس الاسلوب. عندنا هنا الدارلينج يكون هنا وصل بالبورت A1 WC. بورت AC. طبعا طالما هنا انا وصلت الكلام ده بالبي سي سي يبقى الطرف الثاني لازم يتوصل بايه يا جماعه؟ بالارضي. يبقى اذا انا وصلت الكلام ده بالارضي. طبعا عشان الباور بتاعنا ما يقدرش هنحط هنا دايلات عشان نحافظ على الدي سي موتور. كده كتغذية للموتور كده انتهينا. كده يبقى انا الموتور بتاعي انا ضمنت له تغذية البولت بتاعه ب 12 فولت. ضمنت له ان يخش بداية الوايننج بتاعه تيار كافي باستخدام الدارلينج كونفجريشن او الترانزستور ده. في ترانزستور بيتباع في السوق جاهز للتركيبة دي بيسموه الدارلينج ترانزستور. فإما انت حضرتك معاك 2 ترانزستور هتوصلهم بالاسلوب ده علشان تعمل بيه الدارلينج ترانزستور او تشتري الترانزستور ده مباشرة عشان توصل الغرض منه ان التيار بتاعي يبقى عالي. هاي كلام هي الاي سي يساوي بيتا 1 اللي هو الترانزستور الاولاني الجين بتاع فاكتور بتاع الترانزستور الاولاني مضروب في الجين فاكتور بتاع الترانزستور الثاني مضروب في البيز كارنت. لان هنا لو بصيت هنا ثاني عشان الناس تبقى واضحه عندها القضيه. هنا التيار اللي هيمشي هنا اللي هو بيتا 1 في اي بيز 1 في اي بيز. صح الكلام؟ اللي هو داخل هنا تيار البيز بتاعنا ده هيبقى كومن مع الكوليكتور بتاعنا اهو. ادي الكوليكتور وادي هنا الميتر. يبقى هنا التيار اللي هيخرج هنا اللي هيمشي في الكوليكتور اللي هو الاي سي بتاع الكوليكتور مش كده؟ هيبقى عباره عن كام؟ التيار اللي داخل في البيز عنده اللي هو بيتا 1 اي سي بيتا 1 اي بي. يبقى الاي سي هيساوي كام؟ بيتا 1 اي بي اللي هو البيز كارنت مضروبه في كام؟ في بيتا 2 يبقى اللي هو بيتا 1 بيتا 2 اي بي. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى كده انا ضمنت ان الدارلينج الترانزستور بتاعي هيديني تيار كافي لتشغيل الوايننج او لعمل اكسايتيشن للوايننج بتاعت الدي سي موتور.
طبعا الدي سي موتور محتاج كم فولت يا جماعه؟ محتاج 12 فولت. يبقى انا وصلت 12 فولت اهو، ده ايه يا جماعه؟ الارضي. وانا وصلت التيار بتاعي بالشكل ده، او حطيت الضرب من الترانزستور بالشكل ده عشان اضمن التيار العالي كده. احنا خلصنا من مين يا جماعه؟ من الاستيبر موتور. كده احنا خلصنا من مين يا جماعه؟ من الاستيبر موتور. فضل ان انا عايز اشغله يمين او شمال من خلال السيجنالز اللي هي اسمها اللي هي ايه يا جماعه؟ دبليو دي، دبليو سي، دبليو بي، ها، دبليو اي، مش كده؟ يبقى اذا هنا لو انا بتكلم البورت ايه كده، بقى نتكلم بقى في الموضوع بتاعنا. لو انا دلوقتي وصلت الوينج بتاعتي على البورت مين دلوقتي؟ على البورت مين؟ على البورت قصدي ايه؟ يبقى البورت ايه في عندي 8 بين بالشكل ده، صح كلام حبيبي؟ 8 بين بالشكل ده. لو افترضنا ان الوايننج بتاعتي بالشكل ده اللي هو البيت بوزيشن 3، ركز، البيت بوزيشن 3 متصله بمين؟ بوايننج ايه؟ يبقى الوايننج دي هتتصل ببيت بوزيشن 2، الوايننج سي بواحد، الوايننج دي بنص اهو، مش كده برضه يا شباب؟ بس هنا انا اول الوايننج بتاعي لازم يبدا بكام يا جماعه؟ بواحد، لان انا دايما الاكسيتيشن بتاعتي في الدوران بتبدا الوايننج اول وايننج هيحصل له اكسيتيشن هو الوايننج ايه يا جماعه؟ ايه؟ ثم الاثنين دول في الراجل ده بيكونوا ايه يا جماعه؟ بصفار. بعد كده انا هعمل روتيت. فاكرين بقى الفيلم بتاعت الروتيت يا جماعه؟ هعمل ايه؟ روتيت. روتيت بحيث ان ايه؟ يحصل ان بعد كده روتيت تو رايت فور اكزامبل، هيقوم مخلي القيمه دي هتبقى فين؟ في بي، وهنا هتبقى بكام؟ زيرو. بالك انا عايز في النهايه بعد ما اعمل روتيت يرجع تاني، يرجع بكام؟ لواحد. يبقى فور اكزامبل هعمل زيرو، صح الكلام؟ يقوم الزيرو ده زائد دي كده ويجي هنا، صح الكلام؟ هيبقى زيرو 1 زيرو زيرو. بعد كده هعمل روتيت تاني، يبقى هنا زيرو زيرو 1 زيرو. بعد كده هعمل روتيت تالت، زيرو 1 1 زيرو. بعد كده روتيت رابع، بس خد بالك بقى هنا ايه اللي يحصل؟ المفروض ان واحد يروح تاني في الايه؟ في الايه؟ يبقى اذا هنا لازم يكون هنا كام يا جماعه؟ واحد. ليه؟ عشان بعد اربع لفات ارجع تاني الاكسلتيشن لمين؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى هنا لو انا عملت روتيت ورايت بالشكل ده، خدت الصفر ده هنا، ده معنى كلمه الروتيت ورايت. وصل يا شباب؟ وصل معايا؟ يبقى اول روتيت هيبقى هنا 0 1 0 0، ثاني روتيت 0 0 1 0، ثالث روتيت 0 0 0 1، رابع روتيت يجي الواحد ده بقى فين؟ بقى هنا الرابع بقى هنا، يبقى 1 0 0 0. وصلت الشرط؟ شفت ازاي تفكر على طول؟ يبقى انا عرفت كده مبدئيا ان انا عشان اعمل الاكسيتيشن دي لازم الود 8 8 في الاي ال، واقوم مطلعه على مين؟ على بورت بي. شفت بقى البدايه سهله ازاي؟ بس عشان تكون سهله لازم حضرتك تعرف ازاي انت هتعمل الكلام. انا عرفت البدايه منين؟ من هنا عرفت الاول ازاي الدي سي موتور بيشتغل، او الاستبر قصدي موتور ايه بيشتغل. يبقى ما ينفعش اخش على طول هبد كده في كود وهبد كده في الدنيا، لازم افهم الاول هو الموتور ده بيشتغل ازاي، بتفاصيله ايه، الفيتشرز بتاعته ازاي. اما فهمنا الفيتشرز عرفنا ان احنا عندنا اربع وايننج، يبقى هلففها بالشكل ده، بقت الامور بالنسبه لي واضحه هنا كهرباء. اشكاليه كده يا شباب؟ عظيم جدا. يبقى انا بدات افكر هو سنه سنه، وصلت كده بعد ما فهمت الدي سي الاستبر موتور ك استبر موتور ك استبر. ماليش دعوه بمهندس حسابات دلوقتي، انا راجل دلوقتي كنت مهندس باور، صح كلام ولا غلطان؟ بدات ابص للاستبر موتور، ايه التغذيه بتاعته غذيتها؟ ايه دائره الانبوتس بتاعته عملتها؟ ايه الارض بتاعه حطيته له؟ وصلته هنا بدات اخش حسابات. او بدات اخش بقى مهندس كنترول. صح الكلام؟ وصلت انا الكلام ده بالبورت ايه؟ مش بكل البورت ايه تحديدا، بالاربعه بين الاولانيين من البورت ايه؟ وصلتها وينج ايه وينج بي وينج سي وينج دي، ورحت حطيت التفاصيل دي قدام هنا. ما قلبش بقى هنا، ما ارجعش اروح احط هنا ارقام واحط هنا ارقام مغايره. قال لي اول اكسيتيشن في الدبليو ايه حطيتها ب 1، وعشان يحصل الاكسيتيشن ديت يبقى اذا عايز انقل الباور هنا ثم هنا ثم هنا، يبقى عمليه الشيفت تتم كده. طبعا لو انا عايز الشيفت انتي كلوك وايز يبقى هعمل شيفت تو ايه يا جماعه؟ ليفت. هعمل شيفت تو ايه؟ تو ليفت.
لان في النهايه الشيفت كلف هغذي البي الاول وبعد كده البي وبعد كده السي وبعد كده انسر. في اي اشكال يا شباب؟ قصدي اللي كده. اكمل بقى التوصيف بتاعي. طبعا ما تنساش بقى ان هنا بجيت اوصل لبورت كام يا جماعه؟ ايه كام؟ 7. بعد كده عندنا بورت بي 0 الى بورت بي 7. بعد كده عندنا بورت سي 0 الى بورت سي 7. طبعا ما تنساش الكلام ده. انا مش هوظف الايه الكلام ده عندي في الايه في الديزاين بتاعي، مش عايز غير البورت ايه بس خلاص. في اي اشكاليه جدا دلوقتي يا شباب؟ عندنا الشيب اللي انا هستعملها اللي هي 82 سي كام يا جماعه؟ 55 شيب. هوصل الدي نوت دي 1 دي 2 دي 7 سوري الى دي 7 اوصله لمين يا جماعه؟ لدي نوت دي 7 خاص بمين يا جماعه؟ السيستم داتا بس. اتمنى ان انا اكون بستعمل امثله تقربك شويه من ازاي اوظف الكلام ده ريالي في الشغل بتاع بره. اتمنى ذلك يعني. بعد كده عندنا هنا هيبقى عندنا اي نوت والاي 1. طبعا اتفقنا مع بعض ان الاي نوت والاي 1 هيتوصل بالاي 1 والاي 2. ليه دايما يا دكتور بتقول بلاش اخد الاي نوت معايا؟ ما انا خايف ان انا بنتكلم 80 86 وانا عارف 80 86 بياخد الاي نوت يحجزها للبنك اي بي بانك والاي والبي اتش اي. فاكرين الكلام ده؟ ما فصلش بقى هنا ما مسقتش الكلام اللي انا كاتبه في الميموري انترفيس على الكلام اللي انا باخده في الاب والانبوت او انترفيس. فممكن يكون انا موظف الاي نوت مع الميموري انترفيس. احنا اتفقنا معانا ان احنا محتاجين حاجات كثيره اوصلها، ممكن اكون محتاج شيب اوصلها لمايكرو بروسيسور يبقى انا حاجز الاي نوت ده. فاهمين قصدي يا شباب؟ فدايما نبعد عن الاي نوت. عندنا هنا الريد سيجنال، طبعا احنا فهمنا خلاص التالي والرايت سيجنال انبوت اوت ريد كنترول سيجنال انبوت اوت رايت كنترول سيجنال. عندنا ريسيت هتتوصل بالريسيت سيجنال بتاع البن. خد لنا الشيب سيلكشن، هو قايل لي ان هي ايه 0 0 خلاص مش هنعمل كتير في الكلام ده، عملناها في المساله اللي قبليها. فاحنا خدنا A نوت لسه، يبقى هنا A نوت A 3 A 4 A 5 A 7. خلاص احنا ضمننا ان الكلام ده كله كان يا جماعه سبيرو، ضمننا ان احنا نعمل سيلكت كده. انا خلصت هاردوير سينكينج خلاص، عايزين نبدا الكلام اللي نعمله سوفت وير سينكينج خلاص. انا لازم لو ضيعت ساعه الا ربع، طبعا انت مش هتقدر تضيع ساعه الا ربع، انت راجل مهندس عندك معلومات، هتبقى الامور دي كلها واضحه. بس احنا شرحناها عشان انتوا قلتوا ان احنا ما نعرفش السكيور بورد بيشتغل ازاي ولا الدارلينج كونفجريشن بيشتغل ازاي، لكن فهمنا دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عملت هاردوير، توصيف الكلام ده هاردوير شفناها اهي هاردوير بره. كنت بفكر ايه يا جماعه؟ اوعى تفكر مليون مره تكتب كود قبل ما تعرف الهاردوير بتاعك شغال ازاي اصلا. صح الكلام؟ هتعمل زي الليمبي، هتسلق وبعد كده تذبح. خد بالك؟ ما ينفعش. فهنا هاردوير اهو، انت ايه تركيبه الكلام اللي انت بتقوله؟ انا عايز اعمل روتيت وخمسه بالز وخمسه روتيشن كلوك وايز وخمسه روتيشن انتي كلوك وايز. عندنا الاربعه ويندنج وفهمنا منها ازاي هعمل كلوك وايزنج. في اي اشكال كده يا شباب؟ فهمنا من الكلوك وايزنج ده اهي او الانتي كلوك وايزنج ان انا عايز انقل الوايندنج بتاعتي من A ل B ل C ل D. بدات اعمل البورت بتاعي الكلام عشان الترزيه هنا هتطلع عشان تشغل الدارلينج يمر الطيار يشغل الوايندنج بتاعي. الباقيين مش هيمروا طيار، فالوايندنج بتاعهم هيبقى بكام؟ بزيرو. صح الكلام؟ وعليه هيبدا يحصل عمليه نقل الاكسكيوشن. قبل ما اكتب الكود، حد مش فاهم يبتدي يشرح؟ اتفضل يا محمد. هنا في الستيب الواحده بيعمل قد ايه من الدور؟ هنا المفترض ان انا هعمل في الدوره بتاعتي زي ما قلت لك، انا عايز الفف تكنولوجيا فيلدر. عشان ال 360 فيلدر هتلف محتاج كام عدد؟ 200 بلس. ال 200 بلس دي محتاج ان انا الاكسيتيشن بتاعتهم
من الـ A للـ B للـ C للـ D عشان تتم الـ A اللفة بتاعتك. بس أنا هحتاج الكلام ده يتم كم مرة؟ لا مش خمس مرات الأول، أنا عندي 200 بلصة لازم تتخلص، فاهم؟ يبقى في 200 بلصة هتتوزع عشان تعمل لفة واحدة. اللفة الواحدة بقى على حسب عدد السنون، يبقى الوايندنج إيه دي كده هتفضل زي سنة 2 3 4 مش عارف 200 مثلا، اللي بعدها كذا لجيد أما يلف. يبقى أنا في الـ 200 سايكل دي هيحصل عملية الـ A الستيب. طبعا هنا لازم أعمل ديلي في الكود بتاعي. ليه؟ لأن أنا عايز أنا هعمل بلص على الوايندنج بس لسه المطلوب بإيه؟ بيلف السنه بتاعته معايا. فالسنه دي هتلف لازم اعمل ديلي مقدر بكذا ثانيه. بعد ما تلف يبقى انا لفيت كام دوره؟ دوره ايه؟ دوره معايا. لفيت كام دوره؟ دوره واحده. طب الدوره الواحده دي انا عايز منها كام مره؟ خمسه. يبقى اللوب بتاعي هيكرر كام مره؟ كام؟ 200 مره عشان ايه؟ الدوره الواحده. بس انا عايز كام لفه؟ خمسه. يبقى خمسه في كام؟ كمتين يعملوا لي كام؟ يبقى اللوب اللي انا هعمله دلوقتي لازم يتكرر كم مره يا محمد؟ 1000 مره. 1000 ايه؟ 1000. سؤال تجاوب عليه؟ حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ طيب نبص الكلام ده بقى اسمبلي هيتم ازاي؟ اول حاجه بعد ما فهمنا اللوبنج بتاعنا هنعمل ستارت. طبعا بقى انا محتاج امسح الكلام ده، بس الكلام ده لازم يبقى في دماغك وانا شغال. معاك؟ او همسح مبدئيا الحته دي انها خلاص احنا فهمناها ونبدا نكتب الكود بتاعنا. ستارت هنبدا الكود بتاعنا. طبعا هنا بقى في بقى دوت موديل تيننج مش عارف فاهمين قصدي يا شباب؟ كل الكلام ده ايه؟ مفهوم. اول حاجه قلنا ان احنا هنعمل موف ال ال 8 8 اتش صح الكلام؟ طبعا هنا ده ستارت اللي بنعملها بتاول سيكل. طبعا انت ليه عملت الكلام ده؟ لان ده بيبقى جزء من كنترول الجوريزم، مش بيبقى ايه كنترول الجوريزم منفصل. خد بالك انك انت بتحتاج تعمل ديزاين ما تبقاش عشان 35 يمين و5 شمال، ممكن يكون الاغراض اخرى. فده جزء بس من الديزاين اللي هيعمل اللفه الخمسه يمين وخمسه ايه شمال. فبنسميه الجزء ده بنسميه بستارت، بنقول له موف 8 8 اتش الاي ال. قلنا ليه 8 8 اتش في الاي ال؟ عشان نعمل اكسلتيشن. بدأ من مين يا جماعه؟ من الاكسلتيشن ايه، ثم بعد كده اعمل الروتيت بتاعي. ثاني حاجه هقول اوت. الكلام ده هيروح لانه بورت يا جماعه قلنا؟ ايه يا شباب بتطلع ايه؟ بورت ايه؟ بورت ايه؟ يبقى اقول له اوت بورت ايه؟ محتوى مين يا جماعه؟ الاي ال. هنبدا بقى نعمل شيفت للكلام ده. طبعا هنا سوري يا جماعه في حته مهمه لسه نسيناها، ان احنا لسه ما وصفناش البورت ايه على انه اوت بورت. يبقى اذا في هنا عندي كوماند لاين، انا اسف طبعا هنأجل دي شويه هغير الكوماند دلوقتي. احنا لسه ما وظفناش البورت ايه على انه اوت بورت. يبقى عندنا هنا الكوماند طيب ايه؟ طبعا احنا عايزين كوماند بايت ايه؟ لازم الدي 7 تبقى بكام يا جماعه؟ دي 7 تبقى بواحد. طبعا احنا عايزين نعمل له سيمبل اوت، هنعمله ايه يا جماعه؟ سيمبل اوت يبقى احنا بنقول كام يا جماعه؟ 0. طبعا احنا عايزين البورت ايه؟ هنرجع بسي ولا بي؟ بس انا هنوصل في سي وبي مش هيضرنا في حاجه، بس البورت ايه هيبقى ايه يا جماعه؟ اوت. يبقى هنا كام؟ 0. والباقي هيبقى برضه سيمبل ايه؟ اوت. ما نوجعش في دماغنا. فاهمين قصدي يا شباب؟ كده يبقى احنا وصفنا الاول بورت على انها سيمبل اوت لاتش. سيمبل ايه يا جماعه؟ اوت لاتش. ما تضرناش في حاجه. في اشكاليه؟ انا صحيح هوصف مين بس؟ اكيد بورت ايه بس؟ بس ايه بالضروره لازم يبقى الجمله ايه محتمله. يبقى هقول هنا طبعا هنا هيبقى موجود فيه كام يا جماعه؟ يبقى هحط هنا في الاي ال الاول اللي جه معايا ايه؟ 8 0 اتش. بعد كده نقول اوت على الكنترول ريجستر ايه ال. ده ايه اول خطوه لازم اعملها. طبعا انا نسيت فدخلت على طول في الايه؟ البرنامج. لكن هنا اول حاجه في الستار هنا ايه اللي انا عملته ده؟ اللي انا وظفت اول بورت از سيمبل اوت.
ده الاجراء الاولاني. ثاني اجراء قلنا ان احنا هنعمل ايه؟ هنقول بقى عشان احنا كنا بنقوله دلوقتي، هنقول موف ال هنحط دي كام يا جماعه؟ 8 دول طلعها فين؟ 8 8 اتش. بعد كده نقول اوت، هنا هيبقى البورت بتاعنا هو البورت مين يا جماعه؟ بورت ايه اللي انا وصفته على انه ايه؟ اوت. احط فيه كام يا جماعه؟ الكلام في اي اشكال كده يا جماعه؟ انا عايز دلوقتي اعمل كود يحوله ايه؟ 5 يمين و5 شمال. يبقى هنكتب هنا، ده كان الستارت الاولاني، هنا هنكتب كوماند اللي هو روتيت شافت 5 روتيشن كلوك وايز كده في اتجاه الايه؟ عقارب الساعه. هنا اول حاجه هنعملها ان احنا بنقول عندنا العملية دي او اللود ده هيتكرر كم مره؟ قلنا لا مش خمس مرات، قلنا خمس مرات، خمسه روتيشن، وكل روتيشن عايزه كام؟ 200. يبقى هيتكرر كام؟ 1000. يبقى لازم نحط القيمه دي في السي اكس. صح الكلام؟ يبقى اذا هنقول مو في السي اكس هنحط كام يا جماعه؟ 1000. انا ممكن ندور واحد يقول لي يا دكتور انت كتبتها 1000 من غير اتش. انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تحول ال 1000 دي الى هيكسا ديسيمال او تحطوها ايه؟ 1000. اذا لو حطيتها 1000 بدون اي حاجه فاكرين الكلام ده طبعا هيعتبر ان ايه يا جماعه؟ ديسيمال. يبقى هنقول موف ايه ال 1000 مع هنا حطينا اللي هي الموف، حطينا الايه؟ ال ال كام كام يا جماعه هنا؟ في 88. خلاص؟ بعد كده بقى هنقوم قايلين بقى اجين وهنا اول سميها اكس 1 ازاي؟ اللي هو اللوب اللي احنا هنكرره في الكلام ده. اول حاجه في الاكس 1 هنعمل اوتبوت، الاوتبوت بتاعنا دلوقتي الايه؟ البورت بتاعي اللي هو قيمه الاي ال هتطلع. انا معلش انا ممكن انقل السطرين دول، معلش سامحني هنقلهم تحت هنا. هذا الموف اي ال هحط فيها 88 اتش ماشي يا جماعه، وهنا اقول اوتبوت البورت ايه؟ اي ال. مش الفرق؟ ما عملتش حاجه، انا بس نقلتهم في الايه؟ في التكرار بس، عشان التكرار هيبقى الايه؟ الايه كل مره بنرجع للايه هنقل فيه محتوى الايه؟ الاوت بتاعنا. يبقى الايه؟ الاوت بتاعي للبورت ايه هيبقى بكام يا جماعه؟ بايه؟ يبقى ايه اللي فيه اول حاجه كام يا جماعه؟ 1 0 0 0 1 0 0 0 في اي اشتراك يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي هكرر اللوب ده كام مره؟ هكرره 1000 مره. دلوقتي اصبح البورت بتاعي الوايننج بتاعي ايه؟ هو اللي دلوقتي شغال، عشان قلت لك ان انت لازم تعمل ديلي علشان تسيب الموتور يلف السنه بتاعته دي، عشان قلت الكلام ده. يبقى هنكول، فاكرين الامر ده؟ هنكول بروسيدر اسمه ايه يا جماعه؟ ديلي. يلف كام ثانيه؟ يعني اعتقد 4 مللي سكند كفايه ان الموتور ايه؟ يكون لف. فنعمل الديلي بتاعي 4 مللي سكند. طبعا النهارده من ضمن الاكسرسايز اللي موجود في الشيت بتاعنا ازاي اعمل بروسيجر للديلي، هنكتبه مع بعض بعد البريك. معايا؟ يبقى انا هعمل ايه؟ ديلي كده. يبقى انا عملت ايه؟ عملت اكسيتيشن للبورت ايه؟ للوايننج ايه؟ ماشي يا شباب؟ وانتظرت 4 ثانيه عشان الموتور يلف السنه الاولانيه، في اي اشكاليه كده يا شباب؟ طيب بعد كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ انقل الكلام ده لمين؟ الوايننج مين؟ يبقى اعمل ايه؟ روتيت ايه؟ روتيت تو ايه يا جماعه قلنا؟ تو رايت. كم مره؟ هي مره فور ايه بقى؟ هي كم مره؟ مره واحده. كم مره؟ مره واحده، لان انا عايزه يتنقل مره واحده. صح الكلام؟ روتيت لي محتوى الاي ال. صح الكلام؟ بمقدار كم مره؟ مره واحده. في اي اشكاليه كده؟ هو عمل الاكسيتيشن للوانج دي ايه ولا لا؟ اول خطوه دلوقتي عمل ولا لا؟ عمل. لف ولا لسه؟ لف كده، هو لف اللفه بتاعته. صح الكلام؟ عايز انقل بعد كده لايه؟ لبي. عايز اعمل لبي. صح الكلام؟ تمام. بس هل البي اتنقل هنا ولا لسه؟ لسه ما اتنقلش، لان انا كنت ده المحتوى بس اللي اتنقل اللي هو 8 8. صح الكلام؟ قبل ما يحصل الروتيت، قبل ما يحصل الايه؟ الروتيت. ما تنساش ان انا واقف هنا. فاهمين قصدي يا شباب؟ انا عملت روتيت لمين دلوقتي؟ للايه؟ خلاص بقى محتوى الاي ال ما فيهوش 8 8، بقى فيه كام؟ 8 كام؟ 8 كام؟ ردوا 8 4، بقى في 8 ايه؟ 4، لان انا عملت روتيت 2 ايه؟ ومش هيبقى 8 كمان، هيبقى 4 4.
هيبقى ده 0 1 0 0 وبعد كده 0 1 0 0 هيبقى كام دلوقتي بكام؟ 4 4 4 ايه؟ 4. بس ما ننساش ان الكلام ده هيحصل له ديكريمنت لمين؟ للسي اكس. الكريمنت اللي ايه يا جماعه؟ في السي اكس. ان الكلام ده هيكرر كم مره؟ قلنا 1000 مره. الكلام ده هيكرر كم مره؟ 1000 مره. هيعمل ديكريمنت للسي اكس. وبعد كده هبدا اعمل جامب لاكس 1 لو قيمه الكاونتر ده ما بيساويش كام يا جماعه؟ 0. يبقى جامب اف نوت 0 لمين يا جماعه؟ للسي اكس. لمين هنا؟ اكس 1. خد بالك اول حاجه في اكس 1 بيقول لك ايه؟ ايه اللي فين؟ يبقى القيمه الجديده دي هيبقى كام بقى؟ 4 4 اتش هتبقى في مين؟ في البورت ايه؟ يبقى حصل اكسلتيشن لمين؟ لمين يا شباب؟ للبي. اول ما يحصل اكسلتيشن للبي ايه اللي هيحصل؟ الدليل عشان ايه؟ يلف لفته وبعد كده يحصل ايه؟ هيبقى القيمه بتاعتي 0 2 0 2 اتش صح كلام؟ 0 2 0 2 ايه؟ اتش صح كلام؟ هيقوم ناقل البورت بتاع مين؟ لي سي. بس لسه ما هيش هيلف بيه لما يروح تاني يعمل ايه؟ بعد كده الكريمنت وبعدين يضم وهكذا لغايه لما يخلص الكلام ده. يبقى حصل ايه بقى دلوقتي؟ اتنقل من الاي للبي للسي للدي. انا بلف باتجاه ايه؟ عقارب الساعه. بكام لفه دلوقتي؟ خمسه. هفضل الخمسه عايز لها 200 كلوك بالس. 200 كلوك بالس هيطلعوا يبقى لفه واحده. 200 اللي بعدهم اللفه الثانيه. 200 اللي بعدهم اللفه الثالثه وهكذا لغايه لما اخلص الخمس ايه لفات. وانس ان السي اكس بقى بزيرو هيخرج هيخرج. انا عملت اول حاجه اللي هي خمس لفات فين يا جماعه؟ في الكلوك ايه؟ في الكلوك واي. عايز اعمل كمان ايه؟ خمسه بس من حته ضد على حبايبي. بدايه الشرط بتاعي عند مين؟ عند برضه دي تبقى 1 0 0 0 صح الكلام؟ يبقى نرجع تاني ناخد نفس الكود ده. هنقول هنا موف في ال AL 8 8 H صح الكلام؟ نرجع تاني وهنا هنقول موف السي اكس بقى بزيرو. السي اكس بقى بايه؟ بزيرو. يبقى هقول السي اكس يبقى بكام يا جماعه؟ ب 1000. طبعا ده انتوا فهمتوا السكه دي بقى خلاص. وبعد كده هنعمل ايه؟ اكس 2. هنا كنا بنعمل روتيت 5 كلوك بالز كلوك وايز. هنا هيبقى روتيت 5 كلوك بالز ايه؟ انت كلوك وايز. يبقى هنقول اول حاجه في هنا اوت ها البورت ايه؟ هحط فيه كام؟ 88. يبقى هحط فيه كام؟ وبرضه هنقول كول ها ديلي 4 ملي سكند. وبعد كده نعمل بقى المره دي ايه؟ روتيت تو ليفت. بس هو ده الكود اللي هيتغير. بس روتيت ايه يا جماعه؟ تو ليفت. لان لما اعمل روتيت تو ليفت هيبدا الايه؟ يبدا بمين؟ بي. وبعدين يروح لمين؟ لدي سي بي اي ماشي؟ يبقى روتيت تو ليفت للال مقدار 0 1 ديكريمنت سي اكس جامب نوت زيرو المره دي لمين؟ لاكس 2. خلصنا كده الكلام ده. بعمل بقى الاند بتاعي خلاص. بعد ما يخلص ده خلصنا من الموضوع ده. بيبقى المفروض ان انا احط بس معلومه عشان هبداها اشرحها في المحاضره اللي جايه. انا عايز انقل بعد ما اللف خمس يمين واللف خمس شمال برنامج خلص. برنامج ايه؟ خلص. يبقى بعد ما البرنامج خلص المفروض يرجع للايه؟ للدوس برومبت بتاعي تاني. للدوس برومبت. فهنا في امرين يرجعوني للدوس برومبت اللي هو بقول موف الاي اتش هشرحها دلوقتي 4 سي اتش. كلمه دوس برومبت يا حبايبي معناها دي اسمها كده. انا هعمل لكم ايه؟ ما انتوا مش مذاكرين كويس ولا تاخد اي حاجه خالص. دي اسمها البرومبت يا جماعه اللي هو السي الدوس برومبت اللي هو الدوس برومبت اللي هو الرمز بتاع السي. ما حدش دخل على الدوس خالص. ما حدش دخل على الدوس مشغل اي حاجه على الدوس. ده اسمه الدوس برومبت اللي هو اللي جنبيه الكورسر اللي بتبدا تكتب فيه الكود بتاعك. موف اي اتش اف سي ده امر واحد اسمه الانتربت. هناخد شابتر الانتربت المحاضره الجايه. 21 الاثنين لاين كود دول بيعملوا لي بريك. عارفين لما بتعمل كنترول سي كده على الكيبورد
شيل ساعتها لما تبقى عايز توقف برنامج معين او توقف وظيفه معينه بتقوم عاملها ايه؟ كنترول سي اللي هو البريك. هو ده سوفت بريك. يعني انت بتضغط على كنترول سي انا عايز اعمله كاسمبلي بقول بحط في الاي اتش 4 سي اللي هو الرمز بتاع كنترول سي وبقوم جاي كاتب بعدها انترب 21. طبعا هشرح الكلام ده بالتفصيل في المحاضره اللي جايه اللي هو في الانترب محاضره الانترب. كده انا عملت ايه؟ خروج من البرنامج ورحت في الدوس برومبت وبعد كده بقول له ان الجزء ده اللي احنا سميناه ايه يا جماعه؟ ستار. كده احنا خلصنا. يبقى زي ما انت شايف ان الكود في حد ذاته بسيط، بس بسيط لان انا فهمت ازاي الموتور بيشتغل في الهاردوير ده. فاكرين يا شباب؟ يعني انا يبقى انا هكتب كود على ايه؟ مش هعرف اكتب كود. يبقى زي ما انا باكد في المثال اللي فات والمثال الحالي باكد لك ان لابد من فهم الكلام ده هاردوير ومن ثم توظيفه سوفت وير بعدين. في حد عنده اي استفسار في الكود يا جماعه؟ هذا الاستفسار في الكود. يبقى هنا عملنا جزينا البورد تبع سميناه سمبل اوت لاتش. هنا بدانا نوصف الكلام اللي انا كتبته هنا هاردوير. حملنا الكاونت بتاعك 1000 وعرفنا ليه، وهنا حملنا ال 88 وعرفنا ليه، وبدانا عملنا الروتيت والروتيت ليفت او الروتيت رايت. كود بسيط، التوصيله المفروض ان هي بسيطه لو احنا واخدين ماشين او واخدين وتفر تقول انت ده الكلام ده احنا شرحناه اكثر من مره. وظفنا الكلام ده هاردوير ثم وظفنا الاسمبلي. في اي استفسار في الكلام ده؟ كده انا اعتقد ان انا بدات احطك على التراك بتاع ازاي توظف الماكرو بروسيسور از كنترولر. ما بلاش ناخد ماكرو بروسيسور علشان ايه ده انا هعمل بقى ايه؟ هشتغل بقى ازاي؟ اظن انت لو في منشاه في مصنعك بكريريوس مشروع تخرج ممكن بمنتهى البساطه تشتري شباك ب 60 جنيه لماكرو بروسيسور 80 86 وتعمل بيه اللي انت عايز تعمله كله. وادى مثال واثنين وضحناه لك كتفعيل عملي للماكرو بروسيسور از كنترولر. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ بعد كده انت ممكن تكتب بقى اي كود الجوريزم يتناسب مع الكنترول بروسيجر اللي انت عايز تعمله. فمن نظر الشباب هيبقى الامور بسيطه وفي المثال. فده تطبيق على الكلام اللي انا بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل الاكسرسيز يعني انا طبعا عملت سيلكشن لبعض من الاكسرسيز. هي مسائل معظمها زي ما محمد بيقول تبقى الاجابه بتاعتها شورت ان انسر يعني كلمتين ورد واحد. هنبدا نشوف اول حاجه تقول لي ركز معايا. بيقول لك اكسبلين ويتش واي ذا داتا فلو فور ان انبوت اند ان اوتبوت انستراكشن. بيقول لك الداتا فلو يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني بيقول لك يعني وضح الداتا فلو في حاله الانبوت انستراكشن والداتا فلو في حاله الاوتبوت انستراكشن. طبعا لو احنا بصينا للانبوت انستراكشن كنا بنقول كده فور اكزامبل نقول ان ال كوما مثلا وليكن 3 اف اتش او كل ساعه بنسميه ان ال كوما دي اكس. هو طبعا بيديني ان واوت ما قاليش بقى لا ان اس ولا اي اوت. فكنا بنقول هو بيقول لي الداتا فلو جايه منين؟ الداتا فلو جايه لي من اوت من انبوت ديفايس ادرس اما باي بورت نمبر جيفن دايركتلي البايت نمبر 2 في حاله الانبوت ده قال ان هو 3 اف وده بيسموه فيكسد ادرس. بيسموه فيكسد ايه يا جماعه؟ ان مفيش فرصه ان انا اغير البورت نمبر مش كده؟ فهنا بقول ان الانبوت ديفايسز ادرس باي 3 اف حاله الفيكسد ادرس او فاريبل ادرس في الداتا اكس. في الداتا اكس اللي هي الداتا ريجستر. طبعا هنا ممكن الداتا ريجستر اغير القيمه في اي لحظه. فالداتا فممكن البورت يتغير قيمته من ايه؟ في داخل الكود، صح الكلام ولا انا غلطان؟ فعشان كده ده بيسموه فيكسد ادرس، ده بيسموه الفاريبل ايه؟ ادرس بورت. فيكسد ادرس بورت، فاريبل ادرس ايه؟ بورت. كلاهما بيعملوا ادرسنج لمين يا جماعه؟ للانبوت ديفايس. يبقى الداتا جايه لي من الانبوت ديفايسز، فيها لمين يا جماعه؟ للاكمل، ده الداتا فلو. حجمها كام؟ 8 بت. حجمها كام؟ 8 بت او 1 بايت. 1 بايت. اما لو احنا بنتكلم في الاوت فساعات برضه لما نكتبها اوت بنقول هنا البورت نمبر بتاعي هنا الاوت بتاعي هيبقى من الاكيميليتور رايح لبورت نمبر معين وليكن 3 اف. هنعكس الكلام هنا اوت
وهنا الاكوموليتر هو السورس بتاع الداتا، وهنا البورت بتاعي هو الدي اكس. هنا الدي اكس مش ريجستر هيستقبل الداتا، ده البورت الادرس اللي هو الديفايس المتصل بالبورت اللي موجود في الادرس كام يا جماعه بتاع الدي اكس. فاهمين يا شباب؟ وعليه هنا الداتا فلو جايه منين؟ الداتا فلو جايه من الاكوموليتر رايحه في حته يا جماعه على الاوت ديفايس. على الاوت يا جماعه ديفايس ادرس باي في المثال الاولاني 3FH ده اللي هو الفيكسد فاريبل فيكسد بورت نمبر، او ادرس باي اللي كونتينت بتاع مين الدي اكس ده اللي هو الفاريبل بورت نمبر. هو ده معنى كلمه الداتا فلو. بقول لك وضح لي او اشرح لي الايه الداتا فلو اللي في الكود. هو ده معنى السؤال. السؤال الثاني من الثانيه بيقول لك اكسبلين ويتش واي طريقه ذا داتا فلو فور ان انبوت اند اوت انستراكشن. وضح الداتا فلو. داتا فلو يعني انا لو بتكلم في انبوت يبقى الداتا جايه لي من انبوت ديفايسز ادرس باي كذا رايح للاكوموليتر. بتكلم على الاوت انستراكشر يبقى الداتا ها جايه لي من مين؟ من الاكوموليتر رايحه فين؟ لاوت ديفايسز ادرس باي اما فيكسد ادرس او فاريبل ادرس. فاي شايف كده يا شباب؟ عظيم. السؤال الثاني بيقول لك وير از ذا انبوت بورت نمبر؟ وير يعني اين؟ البورت نمبر بتاعك فين؟ البورت نمبر بتاعك stored for a fixed isolated instruction. Fixed as the input output instruction. من تاني يقول لك where is the input output port number. هو بيسألك على ايه يا جماعة؟ على البورت نمبر. stored for a fixed input output instruction. هنا ده اللي هو اللي بيسميه fixed input output instruction. Fixed input output instruction. ليه سميته فيكسد؟ واضح جدا ان البورت نمبر ايه يا جماعه؟ فيكسد. في فرصه لتغييره جوه الكود؟ لا لا. انت كتبت كده اللاين كود بتقول ان ال كوما 3 اف، مين اللي هيغير؟ عايز تغير بقى هتفصل وقف الكود كله وتقوم داخل بالايديتنج تاني على الكود وتقوم مغير القيمه اللي انت عايز تغيرها، صح؟ لكن في فرصه في جوه الكود تغير القيمه دي؟ لا. فبنسميها ايه يا جماعه؟ فيكسد. فبيقول لك بقى البورت نمبر موجود في حته. لو احنا بصينا ولو فاكرين لما كنا بنقارن ما بين الايزوليتد والميموري كنا بنقول ان الايزوليتد كان كام بايت الورد اللينس بتاع 2 بايت؟ لا كان كام بايت؟ 2 بايت. التاني كان كام بايت؟ 3 بايت. فاكرين؟ لما كنا في الميموري ماب كنا بنقول ان ده 2 بايت. فكنا بنقول 2 بايت لينس كنا بنقول 1 بايت او ذا فيرست بايت. فور ايه يا جماعه؟ فور الكود صح؟ اللي هو اول بايت هيبقى في الحتات بتاع ليفل الايه؟ في الكود بتاعك اللي هو النمبر بتاع اللي بيعرف الانستراكشن بتاعك ايه. والسكند بايت هيبقى فوق ايه يا جماعه؟ فور ها؟ ما تقعد عليها حاجه والله ما كنت لازم اسوي ده كده فور بورت ايه يا جماعه؟ هو بيسالني عن الايه؟ بيقول لي وير از ذا بورت نمبر ان فيكسد انبوت اوت انستراكشن. يبقى الاجابه موجوده في السكند بايت اوف ذا انستراكشن. السكند بايت هو اللي موجود في الانبوت بورت. يبقى عندنا 2 بايت، ال 1 بايت الاولانيه كود، السكند بايت لمين يا جماعه؟ البورت. ده اشكاليه كده يا جماعه. طبعا الكلام ده اتقال، الكلام ده اتقال في اول محاضرات اللي هو برضه اتقال واتنسي، لكن اللي بس انا بعمل اللي عمله. بيقول لك وير از ذا انبوت اوتبوت بورت نمبر ستورد. خازنه فين؟ طبعا الكلام ده لما بيروح للمايكروبروسيسور ما بيطرحلوش كده. انبوت او بيطرح له ايه؟ 2 بايت كودد 1 0 1 0 1 1 1. فاهمين قصدي يا جماعه؟ فهو هيجي بقى هو عايز يعرف ايه؟ الكود البايت الاولانيه هتبقى هيستخدم انه يتعرف على الانستراكشن بتاعي ده ايه؟ الكود الثاني يعرف منها الايه؟ البورت نمبر. فايش كده؟ البايت الثاني. يبقى لما يقول لي ايه هو از انبوت اوتبوت بورت نمبر ستورد فور افكسد انبوت اوتبوت انستراكشن بنقول ذا انبوت اوتبوت ادريس از ستورد ان ذا سكند بايت اوف ذا انستراكشن. ستورد ايه؟ ان ذا سكند بايت اوف ايه؟ انستراكشن. السؤال الثالث بيقول هو از ذا انبوت اوتبوت بورت نفس الكلام. هو از the input output port number stored for a variable input output instruction. كلمة variable input output instruction يبقى إذا البورت نمبر ما بيتشينج، ما
جوه الكود. البيت شيجنج جوه الايه؟ الكود. اغير كلمه الدي اكس اغير كلمه الايه؟ اه. يبقى اذا هيبقى موجود فين؟ يبقى ده اللي هو بيسموه ايه يا جماعه؟ فاريبل. انبوت اوت ايه يا جماعه؟ انستراكشن. بيقول لك بقى الكود البورت نمبر موجود فين بقى هنا؟ في السكند بايت برضه ثاني؟ فين؟ ما واضحه خالص فين؟ في الدي اكس. في الدي اكس يا جماعه فين انتوا مالكم؟ في الدي اكس. احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا هناخد الداتا اللي متصله بالانبوت ديفايس اللي فين؟ ده لسه بقى اهو ادرس باي مين يا جماعه؟ دي اكس. يبقى البورت نمبر موجود فين يا انت؟ في الدي اكس. البورت نمبر موجود فين؟ دي اكس. يبقى هنا الانبوت مسافه ال كوما دي اكس. كنا بنقول ايه؟ ما كنا بنشرح الكلام ده في المحاضرات اللي فاتت. كنا بنقول ان احنا هنعمل ترصيفين للداتا جايه منين؟ من انبوت ديفايس. ادرس باي. كلمة ادرس باي معناها ايه؟ البورت نمبر بتاع الديفايس ده فين حتة؟ ها ادرس باي دي اكس. فين حتة؟ في الاكل مش ده كلنا كنا بنقول يا شباب؟ يبقى اذا لما يجي يسالنا على البورت نمبر فين حتة البورت نمبر بقى دلوقتي؟ بقى موجود فين؟ يبقى اذا انبوت او اذا انبوت او بورت نمبر ستورد ان داتا ريجستر. ستور ان ايه؟ داتا ريجستر فور فاريبل انبوت او بوت انستركشن. طبعا اسئلة مباشرة وعيد اول ما احنا ما نعرفش الاجابه بتاعتها بالسرعه اللازمه. تقول لي وير از ذا انبوت اوت بورت نمبر ستورد فور سترينج انبوت اوت انستراكشن. المره دي هو بيتكلم عن الايه يا جماعه؟ الانبوت اس بي فاكرين؟ او انبوت اس دبليو او انبوت اس دي، صح الكلام يا حبيبي؟ هنا كنا بنقول ايه بقى؟ دلوقتي انا عندي مين بقى اللي بيستقبل؟ الميموري بتستقبل ادرس باي مين يا جماعه فاكرين؟ ادرس باي اكسترا سيجمنتس مع دي اي دي ار. طب بتاخد الداتا من مين؟ من اوت ديفايس. ادرس باي مين؟ دي اكس. ادرس باي مين يا جماعه؟ دي اكس. يبقى برضه موجود فين؟ ده اشتراك يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي. عظيم جدا. هنا السؤال الخامس بيقول لي ديسكرايب ذا اوبريشن اوف اوت اس بي. اوت اس بي نخليها اوت اس دبليو عشان احنا ما خدناش الحته دي كذا مره. مثلا ايه اللي بيحصل هنا؟ كنا بنقول الكلام ده بيبقى عندنا في الميموري از ا سورس. الميموري از ايه يا جماعه؟ از ا سورس. يبقى اذا الداتا هتترانسفير من ميموري ادرس باي مين الميموري دي يا جماعه؟ ادرس باي داتا سيجمنت ابندد باي كام؟ زيرو مع مين يا جماعه؟ مع الاس. حجم الداتا ترانسفير كام يا جماعه؟ وورد. حجم الداتا ترانسفير كام يا جماعه؟ وورد. طيب بتروح فين حته؟ بتروح لاوتبوت ديفايس. لسه متقلين دلوقتي الادرس باي كام يا جماعه؟ ادرس باي كام يا جماعه؟ محدش بيرد عليا بقى كام؟ الداتا ايه؟ ريجستر. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيحصل انكريمنت لمين؟ للاستار. او ديكريمنت بمقدار كام بقى؟ واحد ايه يا جماعه؟ ده زي ايه؟ اوف بمقدار كام؟ اثنين. بناء على مين يا جماعه؟ على مين؟ على الدايركشن ايه؟ فلاج. يا ترى الدايركشن فلاج دي بكام؟ قلنا الكلام ده. يبقى اذا لما يجي يقول لي اكسبلين اوت اس دبليو مثلا بقول والله ان هيحصل عندي داتا فلو فروم ميموري داتا سيجمنت. ميموري داتا سيجمنت ما قلتش اكسترا سيجمنت لان انا الميموري دلوقتي از ايه؟ اسورس. ادرس باي داتا سيجمنت ادرس باي زيرو وايه كمان معايا؟ والسورس اندس بلس سورس اندس. خد بالك؟ بعد اتمام عمليه الترانسفير وحجم الداتا ترانسفير هتكون 2 بايت هيحصل انكريمنت او ديكريمنت للسورس اندكس بمقدار 2 بناء على قيمه الدايركشن ايه؟ ده معنى او الاجابه بتاعت السؤال. السؤال الخامس السادس هو نفس السؤال اللي فات بس المره دي بيقول لي انبوت اس دبليو. يعني ده لما كنا بنقول انبوت اس اوتبوت اس دبليو بنقول هنا انبوت اس دبليو. هنا هنقول ايه؟ هنقول الكلام بس بشكل مختلف. دلوقتي مين اللي هو ديستنيشن؟ الميموري. الميموري. يبقى اذا احنا الداتا فلو منين؟ من انبوت ديفايسز. جايه من ايه؟ ادرس باي الداتا الداتا ريجستر. رايح فين حته يا منحاج؟ للايه؟ للميموري سيجمنت. ادرس باي اكسترا سيجمنت مع الدي اي. مع ايه يا جماعه؟ مع الدي اي. وايه اللي يحصل الدي اي؟ انكريمنت او ديكريمنت بمقدار 2 بناء على كلمه الدايركشن بنغير بس الداتا فلو.
ده للاسف الايه مش للاسف العادي الاسئله الوارده في الاكسسوار بتاع الايه المرجع. طبعا لو انتم شايفين ان هو ابسط بكتير من اللي احنا اتكلمنا عنه في بدايه السيشن ده. بيقول لي بعد كده في السؤال السابع وات از ذا بيزك انبوت انترفيس. طبعا ده كان عنوان كتبته في المحاضره مالها. ذا بيزك انبوت انترفيس هو ايه يا جماعه؟ بفر. برافو عليك من اللي قال الكلام ده. بفر. برافو عليك يا سلمى. نعم هنا البيزك انبوت انترفيس يونتس هي الانبوت بفر 3 انبوت بفر. لما بيحصل انيبل لهذا البفر يبقى انا بفتح البورت بتاعي واوصله بمين؟ الداتا اللي جايه من الانبوت ديفايسز من الانبوت ديفايسز اقدر اعمل لها كونكت مع الايه؟ مع السيستم داتا ايه؟ بس السيستم داتا ايه؟ بس من خلال ايه يا جماعه؟ الايه؟ البفر 3 ستيب. ايه يا جماعه؟ بفر زي ما قلت لكم قبل قليل. السؤال الثامن له نفس علاقه بالسؤال السابق بيقول لي المره دي وات از ذا بيزك انبوت ذا بيزك انبوت ايه؟ انترفيس. كنا بنقول ان المايكرو بروسيسور لو بتتذكر بيحط الداتا بتاعتي على الداتا بس لكام ثانيه؟ واحد مايكرو سكند. فطبعا الاوتبوت ديفايسز بطيء بالنسبه للمين؟ للمايكرو بروسيسور. فانا عايز وانس ان المايكرو بروسيسور يحط الداتا بتاعته على الداتا بس اعمل لها ايه؟ تخزين. يبقى اخزنها في ايه؟ فلاتش. يبقى الاوتبوت انترفيس هيكون ايه يا جماعه؟ فلاتش. حتى دايما وانا بكلمك واحنا بنحل هنا تقول لك سيمبل انبوت بفر اور سيمبل اوتبوت فلاتش. لو تفتكروا وانا بتكلم وانا بحل فاكرين الكلام؟ يبقى اذا البيزك اوتبوت انترفيس هيكون ايه يا شباب؟ ها؟ لا. بعد كده لما يسالنا رقم 9 بيقول لي ديفلوب ان انبوت بورت ديكودر. يبقى انا عندي ديكودر انبوت اوتبوت بورت ديكودر. طبعا احنا عندنا الديكودر الشهير اللي احنا عارفينه اللي هو ال اس او كان سوري 74 ال اس 1 3 كام 8 وعارفين ان هو 2 انيبل لو 1 انيبل ايه يا جماعه؟ هاي. وعندنا ايه 3 بت فور ايه يا جماعه؟ فور سيلكشن. وعندي الاوتبوت بتاعي 8 فور ايه يا جماعه؟ اي اوتبوت ايه. حلو الكلام. الكلام ده لازم يكون متذكره حضرتك مش هينفع ان انا اذكرك بيه لانك المفروض انت عارفه. فبقول لك ديفلوب ان انبوت اوتبوت بورت ديكودر يوزنج 74 ال اس 138. طبعا مش هقول لك الفيتشرز بتاعته المفروض ان احنا عملناها 1000 مره فتفتكر الفيتشرز بتاعته. ذا جنريت لوب بانك. وقال لي لوب بانك يبقى لازم احجز مين يا جماعه؟ لانه وانا كده بقى الفورت الايموت هيبقى بكام يا جماعه؟ بزيرو. الايموت هيبقى بكام يا جماعه؟ بزيرو. فور 16 بت مايكرو بروسيسور 16 بت مايكرو بروسيسور يبقى عامل له بانك وايه وايفن بانك وايه والبانك يبقى الاي نوت فور ايفن بانك والايه والبي اتش ال والبي اتش ال جي فور ايه اي قصدي فور اون بانك. فور ذا فلوينج 8 بت بورت نمبر كتب لي البورت نمبر بتاعتي اللي هي 10 هتلاحظ ان كلهم زوجيه 12 14 16 18 1 A 1 C 1 E ولازم طبعا نكسر اسمين. طبعا لو احنا بصينا للكلام ده هنلاقي عندنا من A نوت طبعا واضح جدا ان النبل الابر نبل كلتها كام يا جماعه؟ وحي صح الكلام؟ في كل الادرس اللي هم جايبينها ولاحظوا ان الارقام دي كلها 0 2 4 6 8 ها ايه اللي هو 10 سي اللي هي 12 اي اللي هي 14 ثلاث ارقام ايه؟ زوجيه. يبقى الاي نوت سي كلتها ايه يا جماعه؟ يبقى ايه اللي لاحظنا ايه عندنا دلوقتي يا جماعه؟ الاي 4 وعندنا كمان ما تنساش ان هو قال لي 16 بت يبقى اذا الميموري انبوت اوت هتبقى هنا بايه يا جماعه؟ كومبلمنت.
ينقل لنا هو ليش المايكرو بروسيسور دكتور يا حبيبي قال لك كام 16 16 بتبدا بكام 80 6 بكام 80 و80 100 6 و80 و80 200 6 و80 و80 100 3 100 كام 300 6 و80 اس اكس كل دول كانوا كام بنت وهذا ما تعرفوا ان الكودو سيجنال بتاعهم بيساوي كام ام اي او كومبلمنت صح الكلام طيب وبعدين يا دكتور دلوقتي انا اقدر استطيع مبدئيا كده هلاقي بقى نبص الرقم بتاع اللي هو جايبها لك اول حاجه صفر ثاني حاجه 2 ثالث حاجه هتبقى 4 بعد كده شال ايه 6 صح الكلام بعد كده 8 0 0 0 1 مش ملاحظين حاجه يا شباب صحيح السلكت يبقى إذن ايه واحد وايه اتنين وايه تلاتة هتبقى فوق ايه سلكت ليه يا عم الحاج بص ليه حبيبي كده ها صفر 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 واحد صفر 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 واحد صفر واحد واحد صفر 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 واحد بعد كده هيبقى كام 10 لو صفر واحد صفر واحد لو واحد صفر ايه واحد ولا كسر ينفع ولا ما ينفعش على دي ينفع يبقى اذا ايه واحد هو بيقول اعمل ديكود مش كده يبقى ايه 1 وايه 2 وايه 3 هيبقى 4 ايه يا جماعه ديكود وانا عارف ان الاي نوت باي ديفولت مين زيرو يبقى ساعتها انا ممكن اخد ديت على انها ايه يا جماعه ايه المشكله ما انا متاكد ان في كل الايفن نمبر الاي نوت هتبقى بكام اصفار وانا عارف الديكودر بتاعي ده ها لو كم انيبل اكتف لو الاثنين واحد منهم يبقى ايه طب وده يا دكتور هبدا ابص للباقي مش ملاحظين حاجه هنا ايه اربعه كام كل واحد يبقى احط هنا الايه اربعه كام طبعا المساله دي ابسط بكثير من العجن اللي احنا كنا بنعجنه سواء في المومن انترفيس او في الانبوت اوت انترفيس ده احنا شايفين المرار في الكلام ده قبل كده يبقى ما ينفعش ما تتحلش من غير ما انا اقول معايا طب وبعدين يا دكتور فاضل لي واحده بس كلها اكتف ايه يا جماعه اكتب لو فاضل لي كام بت؟ كلهم بقى ايه؟ دول كلهم بصفر هيبقى دي شو بي بكام؟ بزيرو كوبسط دي بكام؟ بزيرو باي ديفولت ان انا ايفن نمبر ها دي بكام؟ واحد باي ديفولت ان ايه اربعه من كل ده بليه؟ واحد وخدت الاربعه دول مدخول ايه؟ سيلكشن خلصت المساله عليك. اي اشكال كده شوف اي اشكال المساله رقم 10 اخت المساله رقم 9 بس المره دي قال لي ايه قال لي فور اود ادريسنج يعني هو بيقول لك ديفلوب ان انبوت او بورت ديكودر نفس الكلام يوزنج 74 اي ال اس 138 نفس الكلام زد جنريت هاي بانك انبوت او ستروب الهاير بانك اللي احنا فاكرينه طبعا اللي هو الاولد بانك اللي هو الايه يا جماعه؟ الاولد بانك يبقى شوت بي الاي نوت هتبقى بواحد شوت بي الاي نوت هتبقى بواحد يبقى ساعتها هبدلها مكان مين؟ اربعه او تعالى نعملها مع بعض الاول وبعد كده راجعين مديني ايه؟ 16 ادري او كذا ادرس بدا ب 11 وانتهى ب 1 اف يعني هتلاحظ دايما ايه؟ 11 او مثلا هتلاقي ايه؟ اول واحد واحد 11 وبعد كده 13 بعد كده 15 لا هو مش شغال نفس الكلام اول عشان كده انا حليتها 17 19 واحد بي واحد دي دي اللي هي كام 13 مش كده بعد كده واحد اف دي الادرس بتاعتي هنا الديكودر بتاعي يبقى بالشكل ده وانا بس حليتها عشان في عندي نقطتين الاثنين فيهم بي 1 بواحد عندي الاي نوت بكام؟ ولازم يبقى بواحد عشان احنا فين؟ في الايه؟ في الاوت اللي هو الباص ايه هاي انيبل اللي هو هيبقى بواحد هيبقى عندنا الديكودر بتاعي اهو هنا ممكن
وانا بقى عشان يميز شويه يقول لي ان الباص هاي انيبل هاخده معايا في السيجنال في السيجنال دي بتاعتي. بس خد بالك هو هيكتب ايه؟ هكتب له يبقى لازم ادخله على ايه؟ على ايه يا جماعه؟ على انفرت. تمام؟ وهاجي هنا انا عندي عايز اكتب لو هلاقي ان هنا عندنا نفس البتس بتاعت الاي واحد والاي اثنين والاي ثلاثه فور سيليكشن. عندنا الاي نوت ما تبدلش بس هي اكتف هاي مش كده يا حبايبي؟ وعندنا الباقي دومت اكتف ايه؟ لو. يبقى لو خدنا دومت باور هيبقى كام ده؟ 8 و7 وكام؟ و6 7 اصلا 8 و6 وكام؟ و5 وايه 4؟ انا عايز دي تبقى ايه؟ نات وايه 4 مع ايه نوت؟ واحد. ايه 4 مع ايه نوت بكام؟ واحد. يبقى اذا ده هيبقى كام؟ واحد ايه؟ واحد مع ان ده هيبقى هنا ده بكام؟ بزيرو. ده بكام؟ بصفار. هيبقى هنا بكام؟ بزيرو. ده اللي هي جي 2 اي كومبلمنت جي 2 بي اي يا جماعه كومبلمنت. وعندي هنا ممكن استعمل طالما ان انا عندي 16 بيت مايكرو بروسيسور يبقى انا عندي فيه الايه؟ الباص هاي انيبل والايه؟ والاي نوت ده باص لو انيبل مش كده؟ يبقى اذا انا عارف ان الباص هاي انيبل هتبقى هنا بكام؟ بصفار. هدخلها على الفرن هتبقى هنا بكام؟ بواحد في الاوت بانك مش كده؟ وعليه الكلام ده يبقى ايه؟ ديكود خلص. وصل الشباب ولا مش وصل؟ فاهمين يا شباب؟ المساله 11 بيقول لك ان 8 بت انبوت اوتبوت ديفايس. ال 8 بت انبوت اوتبوت ايه يا جماعه؟ ديفايس. لوكيتد ات انبوت اوتبوت ادرس من اللي هي في الادرس بتاعتي از كونكتد تو ويتش داتا باس. احنا عارفين ان ويتش داتا باس شباب. قلناها مليون مره واحنا بنرسم. الانبوت اوتبوت ديفايس هتبقى بانهو داتا باس يا جماعه؟ من كام لكام؟ من دي نوت لدي كام؟ بس بيقول لك هتتوصل بانهو داتا باس. من دي نوت لدي ايه يا جماعه؟ مسألة 12 بيقول لك list the pins that belong to group A and is that to group B in 8 2 C 5 5. البيتس اللي هي موجودة من الجروب A كام؟ عندي من البورت A نوت للبورت A 7 ادي أول 8 بت 8 بن. وعندي من البورت من بورت C كام؟ 7. لقيت البيت كام؟ 4. عندي كمان 4 يعملوا لي 12 ده جروب A. إيه؟ الجروب B البيت جروب من بيت جروب B 0 ل B 7 و من بي سي 0 لسه كام؟ 3. بقول لك ويتش 2 بن في ناحيتها في ال 82 سي 55 اكمبلش انترنال انبوت اوتبوت بورت ادرس سيلكشن. اي نوت واي 1. في حته بقى جايه على الهاند تشيكنج اهي. بقول لك وات از ذا بربوز اوف استروبي سيجنال. فاكرين الاستروبي سيجنال يا شباب واحنا بنتكلم في الهاند تشيكنج؟ السؤال بيقول لك وات از ذا بربوز اوف استروبي سيجنال اللي هي انا كتبتها على السبوره دلوقتي. ان استروبي انبوت اوبريشن اوف ذا 82 سي 55. طبعا اول ما يبقى في الاستروبي سيجنال دي تبقى اكتف لو دي دلاله على ايش بقى؟ ان في داتا موجوده. ان في داتا جايه منين؟ من الانبوت ديفايس. رايحه فين؟ رايحه المايكرو بروسيسور. اول حاجه هيعملوا الشيب اللي هي 82 سي سي هتعمل ايه؟ هتبعت اول حاجه سيجنال هاي بتقول له ايه؟ الانبوت بفر فول. يبقى اول حاجه اول ما تبقى دي تيجي للبريفرنس بتاعتي بروجرام بريفرنس انترفيس اللي هو جابها لي 82 سي 55. اول ما تبقى دي لو يقوم ال 80 2 2 سي 55 يفعل تو سيجنال. السيجنال الاولاني الانبوت بفر فول لازم تبقى بكام يا جماعه؟ 1. وبعد كده يعمل ايه؟ يقوم عامل انترابت. احسنت يا محمد. انترابت سيجنال لازم تكون بكام؟ 1. ليه؟ انا بقول دلوقتي للمايكرو بروسيسور يا مايكرو بروسيسور انا معايا امانه عايز اوصلها لك. المايكرو بروسيسور اول ما يبقى فاضي هيقوم يفعل الايه يا جماعه؟ الريت كنترول سيجنال هتبقى بكام؟ 0. ساعتها هيحصل ايه؟ الداتا اللي في البريفرنس هتروح اللي في ناحيه المايكرو بروسيسور. بس هو طبعا البريفرنس بتاعي ماليش دعوه بده. مين اللي هيسلك ده؟ المايكرو بروسيسور. يبقى البريفرنس ده هتعمل كام حاجه؟ تو سيجنالز. هيعمل انبوت بفر فول وايه يا جماعه؟ والانترابت سيجنال. وصلنا يا شباب؟ يبقى اذا ذا ستروبي انبوت لاتش سيت ذا بفر فول اند انترابت ريكويست.
بعمل ايه يا جماعه؟ بفر فول اند انترابتر جو سيجنال زيهم. اكتب ايه؟ اكتب يقول لي ديفلوب تايم ديلي بروسيجر. اه جه الوقت بقى ان كذا واحد زميلنا بيسال يا دكتور هو الديلي بيتعمل ازاي؟ هنا ازاي اعمل الديلي؟ بعمله بروسيجر. طيب البروسيجر ده بعمله ازاي؟ طبعا انت حاطه مع الكريم ازاي تعمل بروسيجر. اول حاجه يبقى فاتح يبقى فيه بروسيجر نيم. احنا سمينا البروسيجر نيم اللي تفتكروا كان اسمه ايه يا جماعه؟ ديلي اندر سكور وعدد البيتس اللي انت عايز تعملها. هو على الاقل عدد البيتس عدد الديلي كام؟ 12 مللي سكند. 12 ايه؟ مللي سكند. هو قال له ديلي 12 ام اس. ده اسمه. اول واحد يسميه ديلي بس. براحتك. بس احنا كنا دايما بنكتب ديلي مع الرقم اللي هو معمول، فانت هتكتب له ديلي اندر سكور 12 ام اس. يعني انا هعمل بروسيجر الهدف منه ان يعمل ديلي بمقدار 12 مللي سكند. في اي اشكاليه؟ بعد كده انا البروسيجر نيم. طبعا انا بعمل بروسيجر يبقى بي ار او اي يا جماعه سي بروسيدنج. يعني الجزء الاولاني من كلمه بروسيجر تكرار بي ار او سي. نوع ايه؟ او الجنب بتاعه يبقى فين؟ عندنا النير جنب والفار جنب والشورت ايه؟ جنب. هناخد اللي في النص نير جنب او نير. تلاقي اشكال جدا يا شباب؟ هستعمل يعني ريجستر اسمه سي اكس واقول له يوزس. فاكرين طبعا الكلام ده؟ يوزس سي اكس. السطر الاولاني معناته ايه؟ معناته ان انا عايز اعمل بروسيجر اسمه ديلي اندرسكور 12 ام اس. هستخدم فيه ريجستر اسمه سي اكس. في اي مشكله كده؟ طب السي اكس ده اللي هو يكون ايه؟ الكونتر بتاعه. واخد بالك؟ اول حاجه هعمل موف ديبيند الكونتر بتاعي. هو قال لي كام سكند؟ 12 مللي سكند. طبعا انا اعرف من هنا بتمثل كام هيكسل اسمه يا دكتور. هقول لك انا الرقم، لكن هو في النهايه لها ترقيم معين اللي هو الرقم ده هيكس ديسيمالي 72 72 72 7. دي قيمه ال ايه؟ ال 12 مللي سكند. طبعا رحت دورت عليها في المرجع يعني مش انا اللي عارفها. طبعا الرقم لازم يكون جيفن. ال 12 مللي سكند ده محتاج لوب بالرقم ده 72000 او كام ده؟ 7,272,727 مره. طبعا بالنسبه للمايكروبروسيسور بيعمل الكلام ده في 1 مايكرو سكند، لكن واحد مايكرو ايه؟ سكند. يعني الكلام ده هيتعمل في ايه؟ في ال 4 مللي سكند. اللوب ده هيتعمل في ال 4 مللي سكند. اللوب اللي انا عايز اعمله هو ليه فاضي؟ هو لوب يا جماعه؟ فاضي. هيبدا ب بي 1 وينتهي ب لوب دي 1. يعني ايه لوب دي 1؟ يعني انا ما عملتش حاجه. انا فتحت لوب ايه؟ وقفل. وما بينه؟ مفيش حاجه. يعني ايه اللي هيحصل؟ بقول له دي 1 ده اسم اللوب. بقول له لوب دي 1 يبقى كل المره دي هيعمل ايه؟ 7,272,000 مره على الفاضي. وانا مش عايز اعمل حاجه، انا عايز يعمل له ديلي، انا عايز الميكرو بروسيسور يبقى واقف ما بيعملش حاجه. انا عايز الميكرو بروسيسور يبقى واقف ما بيعملش ايه يا جماعه؟ حاجه. وده اللي حصل، ان انا فتحت اللوب وايه؟ وقفل. خلصت. فتحت اللوب وايه؟ وقفل. كده البروسيجر انتهى. بس كنا عم كريم وما كنتش بيشرح لنا البروسيجر، كان بيقول لنا لازم ارجع الادرس اللي انا كنت عندي عشان ينفذ الامر اللي ايه؟ اللي بعديه. بعد الامر اسمه ايه؟ ريتيرن. برافو عليك يا ايه؟ ريتيرن. الريتيرن ده بعد ما اخلص البروسيجر عايز ارجعه للادرس بتاع اللاين اللي عليه الدور. اللاين اللي ايه؟ فاكرين لما كنا بنعمل ديلي وبعد كده بنقول له انكريمنت او ديكريمنت او كذا او كذا؟ يبقى انا عايز ارجعه للاين كود اللي عليه الدور. فبقول له ريتيرن، بعد كده خلاص اند بروسيجر. يبقى عندنا هنا احنا سميناه ايه؟ ديلي. تبقى ايه؟ ديلي 12 مللي سكند ان بروسيجر. كده خلصنا. ده الكود. دي الحته اللي انت هتكتبها مع الكود بتاعك اللي انا كنت بشرحه في الايه؟ في الاخر. يبقى هنا عملنا بروسيجر الهدف منه ان يلف في لوب فاضي بالعدد ده من المرات اللي هي تناظر عدد كام يا جماعه سكند؟ 12 مللي سكند. اخر حاجه وننهي بقول لك رايت ا سوفت وير ريكوايرد تو بليس لوجيك 1 اون ذا بي سي 7. بي سي 7 يعني البي سي 7 عايزها بواحد. بي سي 7 عايزها بكام؟ بواحد. لا 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 اصبر بس.
انا عندي البورت سي موجود في القيمه ما يهمنيش القيمه دي فيها ايه انا عايز اخلي البي 7 تبقى بكام اهو قايل له انبوت حط الكلام ده فين حط الكلام ده في ال في اي اشكاليه ايا كان السبعه ديجيتس الاولانيين ما يهمنيش هم كام فاكر انا عملت ماسك بالضرب الانت عايز تبقى بكام يا جماعه واحد اعمل ايه فور بكام عايز اغير بس دي 7 ماليش دعوه بالايه بالباقي فور ايه ال طبعا انا عايز دي تبقى بواحد وكل دول تبقى ايه ما يتغيرش وكل دول تبقى ايه صفار يبقى اعمل فور بكام 8 0 ايه اتش يبقى ايا كانت القيم اللي هي من الدي نوت للدي كام 7 هيتغيرهم لا مين اللي هيتغير ايا كانت القيمات لو بواحد او بعملها اور على واحد هتبقى بواحد لو بزيرو هتبقى بكام؟ بواحد فانا ضمنت ان هي اتحولت لايه؟ بعد كده ارجع تاني مين؟ القيمه اللي فين؟ في ايه اللي فين حته؟ البورت سي هقول له ايه يا جماعه؟ اوت ال بس هو ده المطلوب في الايه؟ فهو كان بيقول لي رايت ذا سوفت وير ريكوايرد تو بليس اللوجيك 1 on the BC7 اللي هي البيت بوزيشن رقم 7 في البورت سي. هنا بعد كده بيقول لك الاكنولجمنت سيجنال بتفيد ايه؟ اخر حاجه بقى هقولها ده اللي هي دي لما تساوي الصفر بيقول لك بتفيد ايه؟ اللي هي المساله رقم 17 خلينا 17 مساله بسرعه. الاكنولجمنت طبعا هنا قلنا الاكنولجمنت دي امتى؟ في الاول بتطلع امتى؟ اما الاوت ديفايسز يستقبل الداتا. صح الكلام؟ اول لما الاوت ديفايسز يستقبل الداتا يقوم الاوت ديفايس عامل ايه؟ اكنولجمنت. تقوم عامل ايه؟ عاكس الاسترو. تقوم عامل ايه يا جماعه؟ اكنولجمنت. طبعا بقيه الاسئله على هذا النهج. فبفضل ان حضرتك تبص عليهم.